اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم في الاهلي الليله. وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الانترو بتاعي، زي كل اربع بيكون معايا نجم بشكل الاهلي. النهارده هيكون معايا نجم جميل جدا امتدادا، هو الاساس، لكن امتدادا للي احنا عملناه. كان طلع معايا فارس وبيشو وكريم وشريف جمعه، والنهارده احمد اسامه. احمد اسامه صاحب قذائف اسامه الشهيره جدا، كل الاهلاويه طبعا عارفاه. شاب جميل جدا، بيتكلم بشكل الاهلي ولغه الاهلي وقوه الاهلي، عنده من القوه والثبات في فيديوهاته ما يقنع اي حد بكلامه. عنده دلائل وعنده اثباتات، وبيتكلم دايما بالدلائل والاثباتات، عشان كده قفلوا له صفحته على الفيسبوك، كان فيها متابعين كتير جدا. لكن احمد اسامه قلنا هتقفلوا اكونتاتهم، اهلا بيهم في قناتهم. صوت كل اهلاوي وصوت كل مشجع اهلاوي بيتمثل في الشباب اللي احنا هنشوفها دايما هنا في قناه الاهلي، وان شاء الله يكون صوتهم عالي جدا. احمد اسامه، مين احمد اسامه اللي ما تعرفهوش؟ نشوف فيديو لاحمد اسامه ونرجع نرحب باسامه. السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قذائف اسامه. طبعا تصريحات دكتور كرم قردي عضو اتحاد كره القدم المصري بتخوفه من فوز نادي بيراميدز بالدوري، وامنياته ان نادي الزمالك هو اللي يحقق البطوله كنوع من التنوع في بطل مسابقه الدوري، مبقاش الموضوع حصري على النادي الاهلي، وكان لو بيراميدز خد الدوري مش هيبقى فيه تنوع يعني. طبعا اثار حفيظه او غضب مسؤولين في نادي بيراميدز، واثار غضب مسؤولين النادي الاهلي، والاهم غضب جماهير النادي الاهلي. لكن الحقيقه انا ما كنتش مستغرب من التصريحات دي من دكتور كرم كردي، وده لسببين. هيكون فيها ثلاث او اربع مواضيع، لكن اول موضوع طبعا هو مؤتمر نبذ التعصب، اللي اول لما تقعد تشاهد المؤتمر لازم تتذكر دايما الراحل جلال عامر في كتاباته لما قال ان المشكله ان الموكل اليهم حل المشكله هم انفسهم المشكله. هو الفكره في فرق كبير جدا بين التناول والتطاول. الدوله تحكم، انا عايز بس جمهور النادي الاهلي لازم ياخد باله من النقطه دي كويس قوي، ما تنجرش لفكره الاهلي يحكم. الاهلي يحكم ده ممكن يوضح للناس ان الاهلي فوق القانون، الاهلي فوق الدوله، الاهلي فوق اللوائح، والكلام ده مش صحيح. الاهلي قوته بتاتي من التزامه بالقانون واللوائح، ومن انه مؤسسه وطنيه بتاعي مسؤولياتها. راجعوا كل الحلقات السابقه ليا، دايما كنت بقول النادي الاهلي المؤسسه الوطنيه الرياضيه الوحيده اللي في المنظومه الرياضيه اللي بتعي مسؤولياتها تجاه الوطن واللي بتلتزم بضبط النفس. قلت الكلام ده، وطبعا كان ليا الشرف ان الحلقه يتم عرضها في برنامج ملك وكتابه، وكان في تعقيبات طبعا من الاستاذ ابراهيم المنيسي والباشمهندس عادل القيعي، كان احدها تعقيب على بوست منتشر بشكل كبير جدا للاستاذ احمد عفيفي اللي طلع بعد الحلقه واعلن ان البوست ده مفبرك على حد وصفه، وانه منسوب ليه، وان هو مجرد فوتوشوب، وبالتالي بيطالب بحقه في توضيح الامر او الاعتذار من قبل برنامج ملك وكتابه. وطبعا لاننا بنفترض دايما الصدق في الاشخاص، خاصه لما يكون الامر متعلق بشكل شخصي، فبالتالي بنفترض الصدق بكلام الاستاذ احمد عفيفي، وان بالفعل البوست يكون مفبرك، وبالتالي مطالبه شرعيه جدا في توضيح هذا الامر. ولكن على الجانب الاخر تم استعراض كتير نقاط في الحلقه تجاهلها الاستاذ احمد عفيفي بحجه ان هو الامر بالنسبه له خطوتين، هو يقول رايه والطرف الاخر يقول رايه، وبيترك الامر للمشاهد. زي ما قلت الافكار لها اجنحه، زي ما قلت ان احنا هدفنا احترام الناس، هدفنا الشخصي الوصول لقلوب الناس وقلوب جماهير النادي الاهلي، البحث عن الحق، وسيلتنا دايما هي الاحترام وعدم التجاوز وعدم التطاول في شان اي شخص. فاهلا باي شخص يقدر يبدلنا الحجه بالحجه، وبرضه اهلا باي شخص عايز. طب ما لازم يقفلوا لك الاكونت يا اسامه، منور الدنيا، ربنا يخليك في بيتك ومكانك. ولو قفلوا لك 100 اكونت هنا الاكونت الاساسي حبيبي. اسمح لي انيك على المقدمه الجميله اللي انت عملتها عني، بصراحه دورك كبير مع الشباب اللي طلعوا قبل كده، وكل واحد طلع معاك كان دايما بيشكر فيك، فمش بس بيت، انت كمان بتحس ان انت قاعد مع اخوك الكبير خالص. والله ده اقل من واجبنا معاك، ربنا يخليك. اقل من واجبنا معاك، واحنا هنا زي ما انا قلت قبل كده ان قناه الاهلي هي صوت كل اهلاوي، واحنا هنا عشان جماهير الاهلي، عشان نرضي طموحكم، وان شاء الله بنرضي طموحكم كل ما يكون في ايدينا ان احنا نرضيه. احمد اسامه ظاهره جميله جدا، مقنع جدا، عندك من الادله والبراهين ما تقنع اي حد خالص، عشان كده قلقوا منك شويه ولا قلقوا منك كتير؟ لا كتير، وعشان كده الحمد لله اللي متابعيني كويس. انا حتى في الفيديو قلت الافكار ليها اجنحه. فكره ان حد يكمم صوتك في الوقت الحالي فكره صعبه. انت ساعات بتعاني زي ما تقفل لي اكونت او تويتر او كلام من هذا القبيل، ولكن
ربنا سبحانه وتعالى يقوم مع وضعك بعدها باسبوع انك تتواجد على شاشه قناه النادي الاهلي اللي بيتابعها ملايين واللي انا بتشرف بوجودي لو لحظات بس عليها. فتخيل فكره الافكار اللي اجنحه قفلوا الاكونت بقيت موجود هنا في قناه النادي الاهلي وبكلم ملايين بعد ما كنت بكلم عشرات الالاف. قلت لك قبل كده مكانكم وبيتكم، وقلت لك قبل كده وقلت لهم كمان كل الشباب الجميله اللي بتحب الاهلي من قلبها اللي هم ما بيستنوش اي مقابل من حبهم للاهلي زي حالهم حال الجماهير الاهلاويه اللي هي دايما بتتبعكم ودايما بتكون يعني وراكم في كل حاجه، في بوستات، في افكار، في فيديوهات بتعملوها. انتوا بتشرفوا القناه ودي حقيقه، واحنا بنكون مبسوطين جدا جدا بيكم طالما الجماهير بتحبكوا جدا كده، وانتوا فعلا حاجه جميله جدا. الحمد لله. انا بس اتوقف عند فكره ان انت بتحبوا النادي الاهلي من قلبكم. انا دايما وجهه نظري اي مشجع للنادي الاهلي بارتباط عاطفي لا حدود له، فبالتالي اللي بيخرج من القلب دايما بيوصل للقلب. أكيد. وده بيخليني اتوقف عند فكره نوعيه المشجعين، يعني نوعيه مشجع النادي الاهلي. دايما نوعيه المشجعين لاي نادي بيبقى محب وداعم ومتعصب للنادي. في النادي الاهلي هتلاقينا في كل الحالات احنا الثلاثه موجودين، بس في اوقات معينه من السيزون. يعني مثلا انت محب في فتره المؤجلات، جميل قوي، فتره مؤجلات انت محب فبتشتاق لحبيبك اللي هو النادي الاهلي حتى لو مباراه وديه. انت داعم. انا وجهه نظري ان الدعم بيكون في فتره الانتصارات لاستكمال سلسله الانتصارات. انت متعصب ولا تقبل القسم على اثنين في موضوع في قضيه تمس النادي الاهلي لما يكون الاهلي في وقت الازمه، موضوع بقى منتهي محسوم، الاهلي ثم الاهلي ثم الاهلي. دي وجهه نظري في فكره المشجع للنادي الاهلي، يعني تاخدها كده جميل توكيد المشجع. جميل جدا جدا جميل جدا. الاول بس عشان الحلقه تبقى حلوه، ايوه اتفضل، يعني احنا نعتذر عن عدم لبس الدبله على الهوا كده، على الهوا كده. انت كده بتفضل. لا ما علشان الحلقه تبقى حلوه، انت عارف انا طبعا زوجتي ربنا يخليها لي يا رب، وهي اللي بتصور بالمناسبه حلقاتي وببعت لها تحياتي. اه طبعا هي بتسهر معايا لان لازم اصور بالليل وحاجات زي كده، فانا بعتذر والله انا فعلا نسيت الدبله في البيت. اه عشان الحلقه تبقى حلوه كده وانت فاهم بقى. طردتني كده. ربنا يخليها لك يا رب. السؤال اللي دايما بنطرحه في الاول، احنا ليه بنحب الاهلي؟ او ليه بنعشق الاهلي؟ جميل. او ليه بقينا اهلاويه اساسا؟ بالظبط. خليني اتكلم بشكل عام، هو ليه مشجع الكوره بينتمي لنادي معين؟ لان هي فيها لها اسباب، مش قصه اختيار زي ما بعض الناس بتزايد علينا وتقول اصل احنا ممكن نختار زيك الطريق السهل والطريق الصعب. مفيش كده في الكوره. في ان انت طفل بتنشا في اسره، الاسره دي اول احتمال انها توجهك لتشجيع نادي معين. انت موجود في اسره بتنتمي للنادي الاهلي، الاحتمال الاكبر ان انت تطلع مشجع اهلاوي. تمام. الاحتمال الاكبر. تمام. لو في اسره بتنتمي لاي نادي تاني فالاحتمال الاكبر ان انت تنتمي للنادي التاني. ده اذا اول حاجه اللي هو ظروف الاسره. تمام. هتقول لي طب ما ممكن اسره اهلاويه وبيطلع منها حد بيشجع نادي تاني. هقول لك برضو في ظروف تانية بترتبط بالطفل، مشاعر الطفل انه ممكن يكون بيميل لحد خارج الاسره كعم او خال شايفه قدوه ومثل عليه، وهو بيشجع نادي تاني مختلف عن الاسره. جميل. فبيقتدي بيه وبيشجع النادي التاني. برضو الظروف المؤثره في فكره التشجيع هي فكره الفتره الزمنيه اللي انت بدات تفتح عينك فيها انك تشجع كوره. يعني انا مثلا اسره اهلاويه، ما فيش حد الحمد لله عندنا زملكاوي، الاسره اهلاويه تماما. البيت كله بشجع اي حد تاني. او اي مشجع لاي حد تاني. بس ففتحت عيني على كابتن محمود الخطيب. طب مين ما بيعشقش الخطيب؟ مين ما يعشقش الخطيب؟ ده حقيقي بجد والله، مين ما يعشقش كابتن محمود الخطيب؟ فبالتالي خلاص والله ما في حد ما بيحبوش. ده والله ده حقيقي فعلا. ده حقيقي. لا لو حد ما بيحبش كابتن محمود الخطيب اكيد هو عنده مشكله. يعني اكيد لازم يراجع نفسه او يعرض نفسه على اي حد اخصائي. لكن فكره انت فتحت عينك على كابتن محمود الخطيب، وعشان برضه اكون واضح على الجانب العالمي فتحت عيني على مارادونا. فتخيل لما يكون قدامك الموهبتين دول، فطبعا اهلاوي وكنت بميل للارجنتين شويه. كلنا بنحب مارادونا والارجنتين. ده فتره زمنيه انت فتحت عينك على اهلي متفوق او اي نادي تاني، مش شرط الاهلي، اي نادي تاني متفوق، فانت بتميل للنادي المتفوق او النجم الملهم زي كابتن محمود الخطيب. واحنا الحمد لله عندنا في كل حقبه زمنيه كل 10 سنين في نجم ملهم. فهو ده اللي بيجذب المشجع ليك. فعهد تريكا انا عايز اقول لك من 2004 ل 2013 انت كنت امشي في الشارع شوف اي لاعب طفل صغير اهلاوي 22 اهلاوي 22 فاهم. فهي دي اسباب ميولك للفرقه. طيب انت بقى شجعت ودي كانت الاسباب البدايات، ازاي بتكمل وازاي بيحصل بينك وبين النادي بقى اندماج في كل حاجه؟ النادي ده ممكن ياثر في شخصيتك اللي انت بتنتمي ليه او بتشجعه. فبتبدا تدرس تاريخ النادي، بتبدا تعرف النادي، فيا بخت بقى من كان قدره خلاه يشجع النادي الاهلي. ده حقيقي بجد والله. من اول يوم في تاريخ النادي الاهلي وهو اسس على مبادئ، وانا لازم ااكد على فكره المبادئ،
اللي ما بيعترفش بيها البعض هو ما بيعترفش بيها لانه حاول يقلدك وفشل انه يقلدك فبدا يحاربك. دي حقيقة. وعندي نماذج كتير جدا من محاولة تقليد للنادي الاهلي في مبادئه مع بعض العقوبات او بعض التجاوزات وما قدرش يكمل، لدرجة ان البعض بقى بيقول لاجل غير مسمى. احنا بقينا فاهمين والصورة الذهنية بقت عندي وعند كل مشجعين الكرة ان في بعض الاشخاص لما يقول اجل غير مسمى تفهم ان هي 3 4 ايام. لكن لما النادي الاهلي يقول ايقاف حسام حسن، ايقاف حسام حسن. لما النادي الاهلي يقول ايقاف ابو تريكه، يبقى ايقاف ابو تريكه. لما النادي الاهلي يرفض عوض الحضري، يبقى الموضوع منتهي. وانت كنت محتاج في اشد الاحتياج لعصام الحضري والموضوع منتهي. لكن كنت في اشد الاحتياج لعبد الله السعيد. طبعا عبد الله، هنتكلم عن عبد الله السعيد وفكره الاهلي بيقف على لاعب. كنت في اشد الاحتياج ان انت تلعب تشيل وهو افضل لاعب في مصر، افضل لاعب في مصر. لكن عمر النادي الاهلي ما يقف على لاعب، والتاريخ بيقول كده. والجميل ان انت كل حاله بتحصل الايام دي بتلاقي لها تاريخ، بتلاقي لها تاريخ في النادي الاهلي. بالظبط. انا اقول لك حاجه، النادي الاهلي دلوقتي نادي كبير، اكبر نادي في الشرق الاوسط، اكثر نادي حصولا على البطولات، والكبير دايما صعب يتنازل. تمام. يعني ممكن لما يجي مثلا زي عبد الله سعيد مثال، صعب النادي الاهلي يخرج عن مبادئه. لكن لو الكلام ده كان حصل 1918 او 1912 ولسه ما فيش فريق كوره ولسه ما فيش بطولات، وتقول لا برضه في 1912 بيتخذ قرار تربوي لعضو على صوته في حديقه النادي بانه يدفع المستحقات اللي عليه ويقدم استقالته، ولو ما حصلش الكلام ده اسمه فؤاد بيك درويش، ولو ما حصلش الكلام ده خلال 3 ايام بيتم شطبه وعلى سكرتير النادي اتخاذ الاجراء المناسب ضده. جميل. 1912. جميل. النادي الاهلي بدا بطولته 1923 او 24. فاهمني؟ لما تيجي في 1918 ويجي 6 لاعبين يقدموا استقالتهم، النادي الاهلي ما مسكش فيهم. قبل استقالتهم ومش كده وبس، كمان ممنوع من دخول النادي لمده سنه. صحيح تراجع 4 لاعبين عن الاستقاله، لكن كان قرار النادي الاهلي واضح من 1918. خد بالك، انا اسف يعني، انا ناشئ صغير نفسي اروح العب في اي نادي، ممكن اعمل تنازلات عشان اوصل للنادي ده. تمام. سهل قوي. لكن تخيل وانا ناشئ صغير كده ومحدش لسه يعرفني ولا حد يتكلم عليا ورافض التنازلات. لا، يبقى انت بدات كبير. انت فعلا نادي القيم والمبادئ. جميل. ده بالظبط اللي حصل مع النادي جميل. الاهلي. جميل. طيب تعالى، النادي الاهلي 1924 بدا ياخد بطولات. ده انا هقول لك مواقف هنتكلم فيها. النادي الاهلي في 1919 تقريبا كنا لسه بنجمع عبد الخالق باشا ثروت بيتكلم مع اعضاء النادي، يا جماعه اتكلموا مع زمايلكم عشان في نادي هنا منشأ عايزين نزود عدد الاعضاء. 1919، يا ليته عايش الان يشوف ملايين ملايين بتتابع النادي الاهلي اللي كنا لسه بنقول الاعضاء عايزين شويه اعضاء للنادي الاهلي. فشوف احنا بادئين ازاي، بادئ عدد قليل زي اي حاجه بتبدا صغيره، لكن بادئ كبير بمبادئك وبقيمك. يجي 1928 ودي واقعة شهيرة اللي هي واقعة حسين حجازي. حسين حجازي ابو الكرة المصرية في مصر، ابو الكرة المصرية في مصر. حسين حجازي لاعب اهلي ولاعب مختلط اللي هو نادي الزمالك حاليا، ولاعب سكة حديد لمدة موسم، ورجع لاعب النادي الاهلي، ورجع تاني بعد واقعة 1928 لاعب لنادي المختلط او نادي الزمالك وختم حياته فيه. حسين حجازي عشان تبقى فاهم، كان لما بيروح فريق بيشد بياخد وراه جماهير الكرة المصرية. تمام. مش بس ابو الكرة المصرية، عايز اقول لك واقعة ساب نادي الزمالك لما نادي الزمالك او نادي المختلط نقل مكانه، فما كانش فيه في المكان الجديد ترابيزه بلياردو، فخد قرار ان هو يسيب النادي ويروح يلعب موسم في السكه الحديد. يعني راجل مش فارق معاه فكره النادي لان قوه. بالفعل في الاول كان النادي الاهلي لما فيه حجازي، لان حجازي بدا في الاهلي فريق حجازي، كان بيتقال عليه فريق حجازي. البعض بياخذ عليه، لكن هو دي شعبيته. عمر بنوبي بيقول لنا ان هو طبعا اول محترف كان في طبعا، ولعب في ولعب كمان قدام ملك اسبانيا وفي ضمن المنتخب الانجليزي قصاد المنتخب الاسباني، وخلص 2-1 المباراه. وقتها الملك الاسباني قال له لو في 11 لاعب ذاك ياخدوا، ما فيش فريق في العالم يكسبهم. طب تعالى بقى لحسين حجازي ده بكل تاريخه ده، وبيجي في مباراه النادي الاهلي والترسانه في كاس السلطان حسين، والنادي الاهلي بيسجل هدف في اول دقيقه، خلاص الامور تمام تمام. يجي بعد كده الحكم اخو لاعب في الترسانه، انا عايز اقول لك فكره اخو لاعب دي، انا هخرج بس، فكره اخو لاعب حكم دي حصلت مع انديه كتير جدا الا النادي الاهلي، ومع ذلك بيقولوا ان الاهلي بيكسب بالحكام. بس يعني عشان تخيل، انا مثلا كده لاعب زي ابو تريكه كان اخوه بيحكم مباراه، كان ايه اللي ممكن يحصل يعني؟ حصلت كتير بقى مع انديه كتير، وكنا بنقابلها وشغف في ملاعب واهداف بتدخل المرمى وما تحسبش، وتدخل في كليه هندسه تدرس في ماتش المحله وحاجات كتير كده، لكن هو الاهلي بيكسب بالحكام. الله عليه منصور. الله ينور. فخلينا نتكلم في حسين حجازي. خد القرار حسين حجازي بما انه صاحب الفرقه، حس ان الحكم متحامل على الفرقه، خسرنا، هو بصفته كابتن الفريق قال الفرقه ما تطلعش تستلم المدريات.
باستثناء اثنين لعيبه طلعوا استلموا الميداليات. قرار فورا من جعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي بايقاف حسين حجازي. يعني هو عندي اربع في محضر الجلسه ب 17 ابريل 1928. اولا شوف الاحترام في التعامل. اولا ابداء عظيم استياء اللجنه للسلوك المعيب الذي سلكه الفريق بعد انتهاء هذه المباراه اللي هو ما استلمش الميداليات. ثانيا ايقاف رئيس الفريق اللي هو كابتن حسين حجازي لمده 3 شهور بصفته رئيسا تقع عليه المسؤوليه في كل ما حصل. تمام. ثالثا انذار جميع اللاعبين ما عدا رياض شوقي وزكي عثمان اللي هم طلعوا استلموا ميداليتين ان الموضوع. رابعا ابلاغ القرار ده للجنه الكاس السلطاني ولجنه اتحاد الكره. ده انا عايز اقول لك مش بس القيمه في عقوبه حسين حجازي في انه ابو الكره المصريه، لا ده كان بعد 3 ايام النادي الاهلي عنده مباراه الاهلي والمختلط في نهائي كاس مصر، كان ممكن على ما تجتمع اللجنه في النادي الاهلي ناجل شويه بحيث حسين حجازي يلعب المباراه لا الاهلي ما يعرفش الكلام ده خالص. ده كمان جعفر ولي باشا كان وقتها رئيس اتحاد الكره منعه من السفر ليمثل مصر في اولمبياد 1928. وخليني هقف عند الاولمبياد دي نقطه عشان افهمك ليه النادي الاهلي كبير وليه انا او كل اهلاوي محظوظ ان هو قدر ان هو شجع النادي الاهلي. بعد ايقاف حسين حجازي انتقل حسين حجازي عشان اللي يلعب نادي المختلط وخد معاه 2 لعيبه كمان واحد اسمه الحسيني وواحد اسمه اباظه. تمام. خدهم نادي المختلط من 1928 لغايه لما اعتزل بعد 3 أو 4 سنين. واقعه امستردام دي اللي هي 1928 تمام وايقاف حسين حجازي عن السفر حصل فيها سلوك ماشين للبعثه المصريه هناك. انا هذكر اسم اللاعب بقى وربنا يسامحني، اسمه محمد جمال البرنس. تمام. كان بيلعب في نادي المختلط، هو اصلا اعتقد جاي من بورسعيد لنادي الزمالك او نادي المختلط وقتها. وكان وقتها وكيل الاتحاد ورئيس نادي الزمالك محمد حيدر باشا. انقسم اتحاد الكوره على عقوبه محمد جمال البرنس مع ان اتفق الجميع على ان السلوك معيب. تمام. والصحافه وقتها ويمكن ابراهيم علامجي هنا ابو الصحافه المصريه رفض ان هو يقول السلوك احتراما للقارئ، فتخيل السلوك شكله ايه. انا تخيلت. تخيل. انا تخيلت. انقسم اتحاد الكره لقسمين اللي هو قسم عقوبه اللاعب والقسم الاخر اللي هو بيترقصه وكيل الاتحاد بفكره ان اللاعب لازم يلعب. وفي الفتره دي في الوقت اللي فيه الانقسام ده كان في مباراه بين النادي الاهلي ونادي المختلط قدامك اهو سما كل حاجه. أيوة ده فعلا ايقاف حسين حجازي لمده 3 شهور. تمام. احنا يلا نرجع ايه اللي حصل الانقسام ده ايه اللي حصل. اتاجلت مباراه الاهلي والمختلط عشان يرجع محمد جمال البرنس، وحصلت مشاكل كتير واتدخلت قيادات في الكوره وقتها انها تعمل تصالح عشان يرجع اللاعب. فده بيوضح لك فكره ازاي الاهلي عنده حريه قرار اجدع لاعب او ابو الكره المصريه اوقفه وانديه ثانيه ما بتقدرش تعمل ده. تعالى نفهم برضه حسين حجازي هو فعلا كان فارق قوي كده. لما تشوف حسين حجازي انا قلت لاعب في الاهلي ولاعب في السكه الحديد ولاعب في المختلط. لاعب مع النادي الاهلي هو شارك في عهد حسين حجازي في الكره المصريه 30 بطوله مصريه اتلعبت ما بين دوري القاهره وكاس السلطان حسين وكاس مصر. تمام. لاعب مع النادي الاهلي. ايوه بالظبط كده. تمام. هو شارك مع النادي الاهلي في 12 بطوله، النادي الاهلي قدر يحقق منهم 9 بطولات. تمام. 12 بطوله مع النادي الاهلي قدر يحقق منهم 9 بطولات منهم ثلاثيتين، يعني دوري القاهره وكاس السلطان حسين وكاس مصر، وده النادي الوحيد اللي عملها النادي الاهلي في مرتين كان معانا حجازي فيهم. طيب لما اتنقل حجازي لفرق تانية زي المختلط والترسانه النادي الاهلي لعب بدون 18 بطوله. النادي الاهلي خد 7 بطولات اكيد اتاثرت النسبه شويه، ولكن قدر النادي الاهلي ياخد بطولات في غياب حسين حجازي. تمام. حسين حجازي في في السكه الحديد لعب موسم واحد 3 مباريات لعبهم 3 بطولات لعبهم مع السكه الحديد. السكة الحديد قدر ياخد بطولتين، لكن النادي الاهلي قدر ياخد بطولة من السكة الحديد في وجود حسين حجازي، والنادي الاهلي كسب في النهائي 4 لان كان عندنا العظيم مختار التتش. ده مختار التتش يعني الله. انا وجهة نظري ان مختار التتش اتظلم في وجود حسين حجازي في الكرة المصرية، لان مختار التتش عامل انجازات عظيمة جدا كلاعب كرة. طيب تعالى نروح لنادي المختلط. نادي المختلط اللي هو نادي الزمالك، انا ما اقصدش تقليل بفكره نادي المختلط، ولكن انا بتكلم عن التاريخ. الاسم تاريخ فهو الاسم ده فبقول الاسم ده، لكن كل التقدير والاحترام لنادي الزمالك وجماهير نادي الزمالك وكل المسؤولين في نادي الزمالك والمنتمين لنادي الزمالك. احنا هنا في النادي الاهلي بس بنسرد بالمصطلحات اللي كانت مستخدمه وقتها، ده للتوضيح. لعب 15 بطوله حسين حجازي مع نادي الزمالك عشان ما حدش يغلط. لعب 15 بطوله قدر نادي الزمالك يحصل على 6 بطولات من 15 بطوله. ولعب الزمالك بدونه في فتره وجود حسين حجازي 15 بطوله كانت النتيجه 0 بطولات.
ولا بطوله خدها الزمالك في عهد حسين حجازي في وجود حسين حجازي، على عكس السكه الحديد اللي قدر ياخد بطولات بطولتين من ثلاثه. لا ده هو حسين حجازي مع حتى حسين حجازي مش معاه قدر ياخد بطولات. نادي الترسانه حسين حجازي ما لعبوش خالص وقدر في الحقبه دي ياخد اربع بطولات. يعني الصفر كبير قوي ليه كده؟ انت قصدك تعمل الصفر كبير كده ولا عشان احنا نشوفه؟ عشان يبان بس ماشي. ده بطولات الاهلي والزمالك والسكه الحديد مع حسين حجازي حتى تاريخ اعتزاله. فعلا بص الاهلي لعب بدونه 18 بطوله، قدر يحقق سبع بطولات، ثلاثة بطولة كأس السلطان حسين، ثلاثة بطولة كأس مصر، واحدة أو بطولة واحدة دوري القاهرة. النسبة تقريبا هم يقولوا لنا بقى 39 أو حاجة زي كده. أما بالنسبة لنادي الزمالك أو نادي المختلط لعب 15 بطولة ما يحقق ولا بطولة، في حين نادي السكة الحديد لعب قدر يحقق بطولة في غياب حسين حجازي. وبالمناسبة نادي الترسانة حقق أربع بطولات وحسين حجازي ما لعبش ليه تماما. فده يعدي كده، لا احنا مش بنسرد حدث، ده احنا بنوضح إن من بداية تاريخ النادي الأهلي ما بيقفش على لاعب واسس على مبادئ حقيقيه، واسس على مبادئ حقيقيه. ده كمان ما بيقفش على لاعب في حين انديه ثانيه ممكن يصنع تاريخها. لا بالظبط بتتكلم كمان. انا قلت لكم اسامه بيتكلم بالمستندات، يعني انا متهيألي لو قاعد معانا هنا حد يعني كان قال انا بقيت اهلاوي خلاص. بس خلينا في الواقع كمان، الواقع كمان ان انت بتتكلم في لعيب مش في فرقه بقى. مش فرقه وقفها صلاح سليم كلها ولعب بناشئين قدام نادي الزمالك وخد كاس مصر طبعا. لا ما انا 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 يعني انا عارف شايف أنا شايف كمان انا بكمل لك كلامك. لا والفرقه مين؟ والفرقه مين؟ كوارشو وفاروق جعفر وناس تقيله جدا. فريق جيل الزمالك في الثمانينات فريق تقيل بالظبط ويخوف بالظبط فاهمني. لكن المبادئ مبادئ. لكن انا قلت ليه بهتم بالبدايات؟ لان البدايات دي بتعكس حاجات كتير قوي. أكيد. انت زي ما قلت لك انت ممكن بعد ما تكبر خلاص انت كبرت فتبدا تطلع فكره تحافظ على المبادئ. لكن لما تبدا بكده لا انت في هدف بادئ من اولها. بالظبط بالظبط في هدف بالزبط. لذلك انا بيعز عليا جدا جدا ان يطلع حد يشكك في انشاء النادي الاهلي، خاصة لما يكون الشخص ده صحفي مثقف له تقديره واحترامه ومطلع. وهي دي المشكله، دي المشكله. انا ما اقبلهاش من واحد مثقف. انا ممكن اقبلها من واحد مش مستوعب الامر. لما يطلع في فتره من فترات ويمشي بعدها جمهور نادي الزمالك على فكره النادي الاهلي اسس على يد الماسونيه، موضوع خطير جدا. موضوع خطير، وللاسف الناس برضو مش مدركه المفاهيم بشكل صحيح. بمعنى انا عايز اقول لك حاجه، انا تخيل لو انا جيت دخلت دلوقتي الاستوديو على الناس دلوقتي لابس طربوش، هتضحك ولا لا؟ هضحك صح؟ مسار سخريه الامر. لكن تعالى ارجع لحقبه الثلاثينات والاربعينات لما كان بيتلبس الطربوش. الطربوش ده يعني افندي بيك باشا له تقدير واحترام. ده معناه ايه؟ ان انا لما اجي احكم على تاريخ او حقبه تاريخيه معينه لازم اقلع نظاره الحاضر والبس النظاره اللي كانوا لابسينها زمان. بالزبط. الناس دي كانت بتتقدر ازاي؟ ايه اللي كان كويس فيها؟ ايه اللي كان محترم فيها؟ وادرس المجتمع بشكل عام. لبس المراه كان فيه ايه؟ الدراسه كانت ايه؟ المثقفين كانوا في اتجاه ايه؟ بيتعلموا فين؟ لازم احكم بالشكل ده. لكن اجي احكم حاليا في الالفيه الجديده على فكره الماسونيه، على فكره ده مش دفاع، مش بصدد دفاع عن الماسونيه ولا اي شيء خالص يخصني في الموضوع ده. انا دفاعا عن النادي الاهلي اللي لازم دورك كاهلاوي انك تدافع عن النادي الاهلي، خاصه لما يجي حد يحاول يزيف تاريخ بالتعب. تاريخ النادي الاهلي بالتعب. النادي الاهلي سنه 1930 وصل بعد ما كان 300 عضو. تخيل 1930 اتعمل كوبري قصر النيل الجديد بقينا 140 عضو، يعني الامر بينزل. انت تخيل معاناه قد ايه في 20 سنه انشاء للنادي الاهلي. نيجي هما بيتكلموا عن ادريس باشا بكراغي. انا قاعد بسمع بص زي الساده المشاهدين بالظبط. خلي والله مشرف مستمتع. والله مشرف مستمتع. ويعني في كلام كتير جدا عايز اقوله بس انا متماسك. انا اللي متماسك خلي بالك معاك. ربنا يخليك. هما بيتكلموا او مش عايز اقول اسم المثقف اللي قال الموضوع ده. هو اعلام كبير وكاتب كبير كمان. اتكلم في الموضوع ده في فكره. انا بصراحه بعذر بعذر الناس اللي هما بيبقوا مثقفين وبيطلع يتكلم بطريقه مزيفه. بعذور لحاجات تانية خالص برضو مش هقولها احتراما لسيدنا. هي انا هخليها نمشيها تعصبه وخلاه ما يدركش. ما ينفعش ابقى متعصب وزيف، لا خالص خالص. انا متعصب جدا. انا قلت قبل كده احنا عنصريين النادي الاهلي في اوقات زي ما انت قلت كده. احنا قسمنا حبنا وتشجيعنا وعنصريتنا النادي الاهلي، لكن ما ينفعش ابقى عنصر النادي الاهلي واطلع زيف حقيقه على نادي الزمالك. ده حقيقه ما ينفعش خالص. صح. خالص ايا كان. انا بتكلم كانسان خلي بالك. خاصه ان النادي الاهلي تقريبا النادي الوحيد اللي تقدر من اول يوم لاخر يوم تجيب محاضر الجلسات من اول يوم. بالظبط. احنا النادي ده الناس دي عبقره. بجد والله. الناس دي كل حاجه مؤرخ باشا حرب. الناس دي عبقره. الناس دي مش سهله كده يا جماعه ان من اول يوم تجيب اي حاجه حصلت في تاريخ النادي الاهلي. في كده في جمال كده وعظمه كده.
والله العظيم عظمة النادي الأهلي بس في لما يكون الشخص اللي متولي المسؤولية هو العظمة لله طبعا لكن حاجة أكيد. أنت بتتكلم في أسماء كبيرة جدا طبعاً. جدا عارفين ان بعد فترة كبيرة جدا ممكن حد يطلع يقول لك اي حاجة فلا احنا عندنا كل عمر بيك لطفي وطلعت بيك حرب من اكتر 10 شخصيات مؤثرة في تاريخ مصر في الحب دي الصورة بص الشكل دي الناس العظام اللي هم الشكل عامل ازاي دي اول جمعية عمومية زي ما بيقولوا كده انعقاد لفكرة النادي الاهلي فوجود ادريس بيك راغب في الموضوع خلى الناس تقول ان النادي الاهلي فكرته ماسونية لان ادريس بيك راغب كان من احد النشطاء في الماسونية متبني الفكرة زي ما قلت طب تعالوا نبص ببساطة كده انا قلت بص الماضي كانوا مين الماسونيين مين الناس اللي في الماسونية ده اولا كان التصريح المحافل كانت بتتم بقرار من الدولة يعني الدولة بترعى المحافل دي الخديوي توفيق هو اول واحد ترأس فكرة المحفل في الشرق الاوسط في ناس بتقول انها جت مع الحملة الفرنسية ولكن في ناس قالت جت 1890 تولاها حسين ادريس بيك راغب وشوفوا الكلام بقى اللي اتقال ايه قال لك اتبنى في عهده 80 محفل ماسوني ولما كان محافظ للقليوبيه اتبنى في عهده اثنين وهو كان عنده قدره ماليه رهيبه جدا ان هو يدعم الماسونيه انا مش هقول لك بقى ان سعد زغلول ومحمد فريد ومحمد جمال الدين الافغاني واسماء كتير من اتجاهات مختلفه كانوا في الموضوع ده لان الموضوع كان متاخد على شكل وجاهه تمام انا وجهه نظري وجاهه واستمر في مصر لغايه 1964 طبيعي ان انت طالما وجيه كده ممكن تخلي كل حاجه انت ماسكها في واجهتك بالظبط كده طب تمام ده موضوعنا هل الموضوع ده بقى اثر او كان مؤثر في انشاء النادي الاهلي او فكره انشاء النادي الاهلي زي ما بيقولوا لا ليه ما ده اللي بتكلم تمام ليه تمام لما جينا ننشئ النادي الاهلي الشخص اللي بتبنى في عهده 80 محفل ماسوني واللي بنى محفلين انا اسف ان انا بتكلم الكلام ده لان الكلام ده ما تداولش في الاعلام كتير ولكن السوشيال ميديا بقت بشكل قوي بيتردد فيها الكلام ده وما ينفعش ان انا اكون ممثل للسوشيال ميديا وما ردش على كلام زي ده فانا اسف بعتذر لو الفقره دي ممكن تكون مش لطيفه لبعض الناس ولكن احنا بنوضح حقيقه بالظبط كده بالظبط الشخص بقى اللي اتبنى في عهده 80 محفل ماسوني ده واللي بنى اتنين على حسابه في القليوبيه ما كانش قادر يعمل سور وحجره اجتماعات في النادي الاهلي قادر جدا طب ليه ما اتعملش النادي الاهلي اسس كشركه رياضيه باسهم قيمه السهم 5 جنيه وتم طرحهم عشان نجيب 5000 جنيه عشان نعمل الشركه الرياضيه النادي الاهلي هل النادي الاهلي قدر ان هو يجمع ال 5000 جنيه لا النادي الاهلي ما قدرش يجمع اكتر من 3165 جنيه وعندنا لو هو يعرض ان شاء الله المخرج اسماء المساهمين في النادي الاهلي برضو عشان ايه نذكرهم ونبقى متابعين ايوه بالظبط كده برجاوي اللي معانا وسام حبيبي انا مش عايز اقول لك بقى زي كابتن محمود بكر يا برجاوي فهتلاقي الاسماء اللي معانا كلها اسهم نشوفها بس جايبها عندي برضو خد وقت تمام حبيبي احنا بنتكلم يا جماعه بالورق والاسماء والتواريخ والمحاضر وبالسنه وايه تاني يعني ناقص نعمل ايه تاني بالظبط هتلاقي بص اللي اتباع بالظبط حوالي 703 سهم ب 3515 فما قدرناش نجمع ال 5000 يعني كان ممكن يعمل كده ما ده اللي بتكلم فيه ما هو انا ده راجل عنده القدره على البناء والتشييد والتوسع الكبير ده والواجهه الكبيره طب ليه ما يعملش حاجه زي دي لا رحنا خدنا قرض ب 2000 جنيه بضمان طلعت باشا حرب وادريس بيك راغب وعمر بيك سلطان على ما اعتقد قرض ب 2000 جنيه عشان نكمل الشركه فباي عقل باي عقل بتفكروا بالطريقه دي ما كناش قادرين نكمل الشركه طب النقطه الاهم بقى انت اصلا توصلت لادريس بيك راغب منين انت عرفت منين ان هو من مؤسسين النادي الاهلي منين مش من محاضر جلستنا الاهلي تمام. من اللي انا كاتبها بايدي كنادي اهلي تمام. انا لو عندي سلوك ماشين اكتبه لا طبعا هنفترض لو خايف مش هكتبه بالزبط. لو الان حتى مش هكتبه الله ينور عليك طب هفترض ان انا كتبته وغلطت يا سيدي تمام مش هكتبه تاني لا مش كده وبما انك خدت مصدرك محاضر جلسات النادي الاهلي لا تاخدها بقى كلها تعالى شوف 1919 انا هتعب برجاو معاها هلففه لا لا برجاو اصلا واخد على كده حبيبي 1919 وكلمه عبد الخالق باشا ثروت في الموضوع ده جاهزه يا برجاوي يجهزها براحته معاك خد وقتك اللي هي بتبدا بايها الاخوان يعني هو كان واقف بيخطب في اعضاء النادي الاهلي ايها الاخوان وقد انتهينا من اعمال الجمعيه العموميه فاني انتهز هذه الفرصه لالقي على حضراتكم كلمه عن تاريخ هذا النادي تمام جابها لك ايوه فان تفضلتم بذلك فانا ما
ما ينطق به لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم. اول ما ينطق به لساني في هذا الحديث، يعني لما اجي اتكلم عن تاريخ النادي الاهلي، قال اول ما ينطق به لساني في هذا الحديث هو اسم المرحوم عمر لطفي بيك، وذلك لانه الواضع لهذا النادي وصاحب الفكره بتاسيسه. طيب ادي كلام الجمعيه العموميه اللي محاضر جلسات النادي الاهلي بالزبط. اللي حضرتك طلعت منها اسم ادريس بيك راغب، طب ما طلعتش ليه اسم عمر بيك لطفي ان هو المؤسس؟ عايز ياخد اللي عايزه. الله ينور عليك. في مغالطات بقى ما لازم هنا، طالما بتستشهد بمحاضر جلسات خدها بقى كلها، لا اما ما فيش حاجه اسمها تاخد على مزاجك وتسيب اللي على مزاجك. لكن هنا التاريخ، تاريخ مكتوب، تاريخ مكتوب في اي وقت في اي يوم منذ اول جمعيه عموميه للنادي الاهلي تقدر تعرف باليوم تاريخ بالزبط. النادي الاهلي بالزبط. في انديه ثانيه، والله انا مش بهزر، في انديه ثانيه مش قادر تجمع عدد الرؤساء بتوعها وتوليهم المسؤوليه، يعني هتلاقي كده حقبه زمنيه وعم ما تعرفش النادي، مفيش صور، مفيش صور. لا مفيش رئيس ولا مفيش صور فوتوغرافيه حتى. ده حقيقي. يعني احمد اسامه كلامه انا زي ما قلت لحضراتكم هو بيتكلم بالمساندات وبالاقناع التام اللي زي ما حضراتكم شايفين كده، يعني نموذج بصراحه انا قاعد مبسوط قوي، قاعد زيكم بالظبط بسمع ومستمتع بالحديث زي ما حضراتكم مستمتعين بالحديث. احمد ما بيكلمش الاهلاويه، يعني حتى الاهلاوي البيبي اللي لسه مولود دلوقتي هو طالع اهلاوي مش هيسمع اساسا ولا هيصدق ولا ودانه هتتطرق للاحاديث دي. هو بيكلم اللي هم بيتبلوا على النادي الاهلي بافتراءات زي اللي حضرتك بتتكلم فيها، وبنقنعهم هم ان كلامهم ده غير صحيح بالمره بالادله والمستندات. ونقطه كمان بنأكد على الشباب الصغير الاهلاوي اللي طالع يا كابتن، مشكله تزييف تاريخ النادي الاهلي، في ناس رصدت الموضوع ده ان انا ازيف تاريخ النادي الاهلي بغض النظر عن انجازاتي انا. فكره ان انت تبدا تقول الحاجات دي على النادي الاهلي، والناس للاسف الاشبال اللي هي 17 18 سنه فجاه النادي الاهلي تبدا تسمع الكلام ده، فممكن يحصل لها زعزعه كده، فانت لازم لا يا جماعه هو تمام صح اللي بتعمله ده صح كده، وده الاهم، وده انا فاهم وجهه نظرك ولكن هو ده الاهم بالنسبه لي. انا اهم بالنسبه لي جمهور النادي الاهلي ان يعرف ان انت منتمي لنادي عظيم منذ اول يوم. جميل جدا، جميل جدا، هم عارفين ومتاكدين والله العظيم، وانت كمان بتاكد والاهلاويه لو قلت لهم ايه حتى عن النادي بتاعهم انت عارف اكيد، مش هقول لك انت يعني اكيد عمرهم ما بيصدقوا، وانت بتاكد على الكلام ده وبتاكد على اخويا مبادئ النادي الاهلي اللي في ناس طالعه بتتكلم مش عارف بيتكلموا على ايه بصراحه. انا والله العظيم ما عارف والله، يعني انت بتبقى في عز ما انت محتاج حد عمل حاجه بعيد عن النادي الاهلي تقول له شكرا استنى شويه، في عز ما انت محتاجه. طب انتوا عايزين ايه اكتر من كده؟ يعني انا مش قادر افهمهم، انا مش قادر افهم الفكر عايز يعمل ايه، ولا هو انا الماده الاهلي عشان اطلع اتكلم. بص هو في جوزيف جوبلز اللي هو المستشار الاعلامي لهتلر كان هو ابتدى بفكره اكذب ثم اكذب ثم اكذب ثم صدق، حتى صدق الاخرون وبعدين تكذب فتصدق نفسك بالظبط. ففي ناس وصلت معانا للمرحله دي اللي هي فكره اطلاق الكذب على العوام. وعلى فكره بالمناسبه دي فكره بقى التناول الاعلامي وكده، لان بعض الناس بتقول انت في قناه النادي الاهلي بتتعرض لانديه منافسه او الانديه المنافسه تتعرض للنادي الاهلي. على فكره انا واحد من الناس، انا مع تناول كل القضايا طالما في بيننا قضايا مشتركه. انا معايا النادي الاسماعيلي، معايا النادي الزمالك، معايا النادي المحله، معايا نادي بيراميدز، معايا كل الانديه في الدوري المصري وبتحت شعار اتحاد الكره المصري. ففي اكيد بيننا قضايا مشتركه أكيد. وفي بيننا مصالح مختلفه فاهمني. فبالتالي انت لازم تتناول القضايا دي لو في حاجه هتضر مصلحه ناديك بالظبط. ولكن الفرق الوحيد ان في نادي الاهلي بيتم التناول، وانما البعض بيتم فيه التطاول والتقليل، وهو ده الخلاف. ما ينفعش ابدا ان انا اعترض على تناول، تناول النادي الاهلي زي ما انت عايز، قول في النادي الاهلي زي ما انت عايز، قول مش من حق النادي الاهلي يلعب المباراه دي، مش من حق النادي تاجله المباراه دي، لكن لا تتعرض للاشخاص بجد، لا تتعرض للاشخاص زي ما منهجنا في النادي الاهلي. انا عايز اقول لك حاجه، انا في الفيديو اللي حضرتك عرضته لي في اول ثلاث دقائق لو لاحظت اخر ختمه اخر كلمه في الفيديو قلت ان احنا منهجنا لا تطاول لا تجاوز. انا متاكد لو انا كان منهجي على اليوتيوب تطاول وتجاوز انا ما كنتش هتشرف ان انا قاعد مع حضرتك دلوقتي، لان قناه النادي الاهلي لا تقبل اي متجاوز ولا تقبل اي متطاول. بدانا العهد بكده وان شاء الله مستمرين على هذا الاساس. الله عليك، الله عليك. وانا راهنت قبل كده كل الناس اللي بيسمعونا وقلت يا جماعه هتولي من يوم ما النادي الاهلي اتنشا لغايه يومنا هذا ولغايه يوم الدين ان حد طلع في الاهلي بصفه رسميه ان هو شغال في الاهلي في قناه الاهلي، يعني من المنتمين النادي الاهلي رسميا، تطول على اي حد بالزبط. او اثار حتى مشكله او بدا بمشكله او حتى سخر
صخر صخر بالظبط بالظبط. فكره السخريه او انك لا تعطي الناس منازلهم. يعني انا لما الاقي صحفي بيقول الاستاذ محمود الخطيب انت مش بتغلط في نفسك ولا بتغلط في كابتن محمود الخطيب لان قدره فوق ومعروف ومفيش حد يقدر يقلل من قدر كابتن محمود الخطيب, انت بتسيء لنفسك وبتسيء للمكان ليك وبتسيء للكره المصريه بشكل عام. كابتن محمود الخطيب شئنا ام ابينا هو اسطوره كره القدم في مصر ومعشوق الجماهير قبل ما يكون رئيس نادي الاهلي. بالظبط, موضوع محسوم, موضوع منتهي ومحسوم. نتمنى بس الناس تسير على نهج النادي الاهلي ونهج قناه النادي الاهلي اللي لا تطاول ولا تجاوز, لكن التناول احنا تحت امركم في التناول في اي قضايا وسددين ان شاء الله. انا ساعات بخاف هو في تطور في الكوره, يعني ممكن في تطور في الكوره في الماتشات, في تطور تطور مشروع طبعا. انا ساعات بخاف ان هو, انا بتكلم في العموم, ان هو يسيء الفهم ان في تطور في الكوره في تطور بره الكوره. التطور في الكوره ده مشروع. انا بخاف بقى ان في ماتشات الاهلي بيتطور فيها بالكوره بنتائج بسكور بلعب, واخد بالك؟ فبخاف يختلط الامر. لا احنا مع التطور ده وبندعم. انا الامر الموضوع مش كده, انت حضرت مش هينفع نخلطه. حضرتك حضرت مع كابتن مانويل جوزيه. مانويل جوزيه كان دايما لما بيلاقي النادي الاهلي ممكن تكون انت طالع عامل نتيجه بسكور كويس جدا وتلاقيه بيعنفك في غرفه الملابس, عشان ممكن تعمل سكور. الله ينور عليك. ده منهج, ده منهج وده ده لازم يكون ده تطول. تطول ده احنا معاه طبعا لان ده تطول اخلاقي. كده ما نخلطش الاوراق. لا ده تطول اخلاقي. احنا ما بنخلطش الاوراق, لكن احنا كل الاحترام لكل الناس في الاسره الرياضيه والاسره العامه عموما, كل الاحترام والتقدير ليهم, وده شكلنا وعمرنا ما نخرج على الشكل ده. زي ما اسامه بيقول وزي ما النادي الاهلي هو شكله كده اتولد كده, وان شاء الله ان شاء الله هينتهي كده. يعني ربنا يدينا ويديكم طول العمر اليوم الدين. يعني عايز اقول نقطه بخصوص الكلام ده, لان برضو احنا يا جماعه احنا نادي مش ملائكي. لينا ممكن يحصل بعض الاخطاء على مدار الزمن. أكيد. لان في ناس بتبدا بتاخد بتشكك في مبادئ النادي الاهلي من خلال خطا او تجاوز يحصل ولو بسيط. عايزين نوضح بس برضو, ودي برضو للاهلاويه قبل الزملكاويه, هي ماهيه المبادئ. ماهيه المبادئ النادي الاهلي هي دستور غير مكتوب, عبارة عن نصوص, نصوص قانونية. أنا لازم أركز على كلمة قانونية. نصوص قانونية بتتكتب عبر مواقف, عبر الزمن, بيسجلها أشخاص بالمواقف, لدرجة لوقت أن أنت تيجي كمشجع أهلاوي لما يحصل موقف سنة 2025 تبقى متوقع النتيجة هتكون إيه والقرار الصح هيكون بالزبط. إيه ربما المسؤول 2025 يمشي على مبادئ النادي الأهلي فهو حط نفسه على تراك النادي الأهلي, وربما المسؤول في 2025 يحيد عن تراك النادي الاهلي او مبادئ النادي الاهلي. هو هنا اللي خرج, مش النادي الاهلي اللي خرج, لان النادي الاهلي عبر تاريخه انت بيتعرض عليك مجالس ادارات واشخاص ومسؤولين مختلفين. فربما يكون في مسؤول, وده ما حصلش الحمد لله, ولا يحصل ان شاء الله, ولا يحصل. لكن برضو احنا بناكد للناس لو في حاجه فده يخص المسؤول او يخص الاعلامي او يخص الشخص نفسه, لا يخص مبادئ النادي الاهلي. لان انا مش عايز بس الناس خاصه الاهلاويه ما تاخدوش مبادئ النادي الاهلي حبل وتلفوها على رقبتكم في كل موقف نطبق فيه المبادئ. لا, وانا اصريت كلمه نصوص قانونيه لسبب, لان القانون في اي ماده قانونيه يقول لك ايه, بتتراوح العقوبه من كذا لكذا, وفي روح القانون. فانا ممكن وفي ثغرات القانون وفي ثغر, ربنا بعيدنا عن الثغرات. لكن في ايه, انا موقف مثلا لاعب معين عمل موقف خاطئ, تمام, لكن اللاعب ده صغير عنده 19 سنه 20 سنه 18 سنه, ولاعب تاني عنده 35 سنه وكابتن وليدر في الفريق وعمل نفس التصرف, انا عقوبتي الاقصى هتكون على الكبير اكيد. فممكن اتجاوز عن صغير اللي هو اقرص ودنه. فيجي بقى اللي هم بيشككوا, وتخيل حتى النادي الاهلي ما بيبرص الودن. لا هي صغير, ايوه بس تخيل, انا فاهم بس غير يعني في حاجات اللي هي بسيطه قوي ممكن اعديها لك. حصل بعض الاوقات فاهمني, خاصه مع ابراهيم سعيد قرصنا ودنه شويه, ولكن يعني ادانا الفرصه في الثانيه فكان القرار ده دورك الطبيعي مع ابنك. بالظبط, انت بتقوم فاهمني, بتقوم مره واثنين. الناس بقى بتمسك في ايه, في الفكره دي, انت ليه بقى ما رجعتش ده وليه عاقبت ده؟ يا جماعه هو النادي الاهلي محتاج يثبت ان هو نادي مبادئ. هو انا لما اوقف فريق كامل سنه 86 85 86 واكمل بيه بطوله كاس مصر, انا لسه محتاج اثبت حاجه تانية؟ لما اوقف حسام حسن وما ادراك ما حسام حسن في التسعينيات, طبعا في كل, زي ما قلت لك في كل حقبه كده في نجم بارز دايما اهلاوي. حسام حسن كان نجم مصر الاول في التسعينيات, مصر الاول طبعا, واللي بعده الثاني بمسافه ابراهيم حسن, واللي بعدهم الثالث كلهم تقريبا شبه متساويين مع احترام لكل الجيل اللي في التسعينيات, ولكن حسام حسن كان فارق جدا. يجي كابتن صالح سليم يوقف حسام حسن عن خطا, انا عارف والجماهير الكره المشجعين عارفين ان تم الاساءه لحسام حسن في المباراه دي من لاعب بسلوك غير اخلاقي, استفز حسام حسن فرمى التيشيرت, ولكن القرار, ما انا ماليش علاقه بالمبررات بتاعتك دي بالظبط, انا هوقف اللاعب وقفت حسام حسن ست شهور. ابراهيم حسن قبل ما يرجع من المغرب
بسبب اشارات تم ايقافه لمده سنه من قرار مجلس الاداره مع ان بيلعب مع منتخب مصر. ما استناش اتحاد الكوره. انا لسه محتاج عصام الحضري وما ادراك ما عصام الحضري، افضل حارس مرمى في تاريخ مصر بالورقه وبالقلم وبكل الطرق بالظبط، وفي احتاج ليه وما رجعش. عبد الله السعيد قالوا اهم قلب، قال الناس اللي قال لك احنا خلينا خدنا قلب النادي الاهلي. انت مدرك قيمه عبد الله السعيد وانا كمان مدرك قيمه عبد الله السعيد، ومع ذلك لا يصح الا الصحيح بالظبط. فبالتالي انا مش محتاج اجي النهارده اثبت ان النادي الاهلي نادي مبادئ. بالمناسبه ناس كتير قلدتني، حاولت تقلدني وما قدرتش والله. انا احكي لك واقعه، مش لا هذكر اسم لاعب ولا اسم نادي. في سنه 78 نجم كبير جدا على اخلاق انا بعتز بيه وبحبه، لكن مش من النادي الاهلي، راجل مشهود له بالخلق يعني. ففي سفريه للفريق خارج مصر، وقف في المطار قال انا مش مسافر، انا عايز فلوس، انا عندي قسط شقه، عندي تامينات، عندي. رئيس النادي المحترم، وانا باكد على كلمه ان هو فعلا محترم، خد قرار بعقوبة النجم ده لمدة 6 شهور. ست شهور، وما أدراك ما النجم ده. أنا مش هذكر الاسم ده، نجم ولا نادي ولا الرئيس. قرار تربوي جدا، بيقيم بيأكد على آخر أسبوع أو أسبوعين، لا 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 37 يوم بالظبط كان اللاعب ده بيسجل لفريقه في شباك مرمى المنافس. 37 يوم تمام. ده بيأكد لك إيه؟ إن صعب جدا إن أنت تدي قرار تربوي وتحافظ عليه. النادي الأهلي فقط اللي يقدر يعمل كده، والتاريخ بيقول كده والحاضر بيقول كده. كان بيلعب طب ولا لا؟ خلاص بقى مش مهم، تقول مركزه بس. لا لا احمد اسامه اللي بيقول لي ايه ده، احنا كنا نقول مركزه. لكن تعالى خلينا في فكره المبادئ والاسس اللي الناس يعني مش بيشككوا فيها، مش هيعرفوا يشككوا فيها، لان في حاجات كتير، مواقف كتير تاريخيه اساسا مدونه كمان. هو الاهلي اخترع مبادئ؟ دايما بقول كده، الاهلي ما اخترعش مبادئ. خلي بالك الاهلي ماشي مع سنه الحياه، مع الطبيعي بتاع الحياه، ولا انت شايف ايه؟ انا شايف ان الاهلي ارسى اسس هي ممكن تكون مستبعده في فكره كره القدم. لا انا بتكلم في طبيعه الحياه نفسها. هو طبيعه الحياه لازم اعمل كذا ولازم اعمل كذا عشان تبقى منظومه ناجحه. اتعلم من النادي الاهلي، اتعلم من النادي الاهلي. يمكن البعض برضه هنرجعني تاني للموضوع المثقف، لما قال لك ان النادي الاهلي بيخبره دايما جواه وفي سريه وده بيديك الايحاء بالطبع الماسوني. يا اخي ده في كل الاديان، في كل الاديان يعني عندنا في الدين الاسلامي استعين على قضاء حوله بالكتمان. الجيش المصري، المنظومه الناجحه في مصر طبعًا. بيحصل ايه؟ مفيش فيها حاجه اسمها اسرار عسكريه واسرار حربيه، مفيش الكلام ده بيطلع بره. فاي مؤسسه ناجحه بتعتمد على كده، لكن احنا عايزين نشوه وبس. وهو ده التضليل اللي بنتكلم عليه، زي ما بيحصل تضليل حاليا وبرضه لعب في التاريخ. وفكره نفخ في النار في علاقه بين جماهير زي جماهير النادي الاهلي وانديه القناه. انا ما اعرفش انت مكمل ولا عندك حاجه. لا انا بقول لك انا قاعد مستمتع بالحديث. لو انت عايز تريح نطلع فاصل. لا لا انا شويه ونشرب حاجه لو انت عايز. لا لا زي ما انت حابب يا برجاوي. رايك يا برجاوي؟ شوف ولا مستمتعين بالحديث معانا؟ نريح شويه. تمام زي ما تحب. نطلع فاصل ونرجع نستمتع مع النجم المتالق الجميل اسامه. اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم، معايا النجم المتالق احمد اسامه. بصراحه حاجه في منتهى الجمال حبيبك، وصوره مشرفه للاهلاوي اللي عارف هو بيقول ايه جدا. الحمد لله ومقنع جدا، منور الدنيا تاني. ربنا يخليك يا كابتن، ربنا يخليك. شكرا دايما موصول ليك. هتاخدنا لفين؟ والله من ضمن القضايا اللي فيها تضليل ازمه مباراه، ليه دايما فكره الاطراف الاخرى تقول لك عايزين نبحث عن العداله، مع ان مفهوم العداله زي ما بيقولوا العداله لها وجوه كثيره. ولكن دايما الشعور بالظلم بياخد بعض الناس لفئه متعصبه جدا انها تجهل الحقائق وتضلل الحقائق وتعيش عليها فتره ممكن تصل ل 40 و50 سنه. جميل قوي. زي مثلا السؤال اللي بيتردد بقاله اكتر من كذا شهر، ليه النادي الاهلي مش بيروح يلعب في الاسماعيلي وبيلعب في برج العرب والانديه الاخرى بتروح تلعب في الاسماعيلي المنافسه؟ سؤال كانت اجابته واضحه جدا مع رئيس لجنه المسابقات الحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين طلع في احد المداخلات جاوب على النقطه دي، قال ان النادي هو المسؤول عن انه يجيب الخطابات الامنيه بالموافقه على اللعب لملعب معين. تمام. يعني نادي الاسماعيلي عاوز يلعب النادي الاهلي، هات موافقه امنيه من مديريه الاسماعيليه ان انت الامن موافق ان الاهلي يجي الاسماعيليه. تمام. ما بيقدرش الاسماعيلي يجيب الموافقه دي. تمام.
فبيضطر يحصل ايه؟ نقل المباراه لملعب الامن بيوافق عليه، فبيكون ملعب برج العرب. تمام. طب ده شان الاسماعيلي. تمام. تعال لشان النادي الاهلي عشان نوضح بس ازاي الايه مقلوبه. النادي الاهلي المفروض ان هو في القاهره. النادي الاهلي جماهيره ما بتتعرضش لاي نادي بيجي القاهره. تمام. ولا الجماهير اي نادي بيجي القاهره. فالنادي الاهلي قادر على انه يجيب الموافقات الامنيه للعب اي مباراه داخل القاهره. تمام. تمام. نادي الاسماعيلي بيجي يلعب في القاهره مع المقاولين العرب وبيجي يلعب مع الداخليه. فالطبيعي ان هو يجي يلعب مع النادي الاهلي. تمام. ولكن عشان الاسماعيلي مش قادر يوفر موافقات امنيه ان الاهلي يروح الاسماعيليه، بيتم عقاب النادي الاهلي ان يلعب المباراه اللي المفروض يلعبها على ارضه بالموافقات الامنيه اللي سهل يجيبها في برج العرب. مين اللي بيطلب العداله؟ ده انا اللي اطلب العداله. انا اللي اطلب ان انا العب في القاهره. انا ما عنديش مانع العب في القاهره. انا جماهيري ما بتعتديش على حد في القاهره ولا على لعيبه ولا على جهاز فني ولا على اي حاجه. على عكس انا بروح الاسماعيليه. طب بيحصل كده ليه؟ بسبب التضليل الاعلامي اللي بقاله سنين عمالين كل مره يبدلوا الحجه. على فكره انا مش محتاج كجمهور في اي محافظه او اي مدينه انك تبرر لي انت ما بتشجعش الاهلي ليه او مش بتحب النادي الاهلي ليه. انا مش محتاج التبرير ده. لكن في نفس الوقت ما اقبلش ان انت تدي مبرر في تضليل واهانه ليا. بالظبط. والمبرر دايما اللي بيتقال ان انديه القناه مش بتحب النادي الاهلي لان النادي الاهلي رفض ان هو يستقبل انديه القناه في مصر في وقت التهجير او وقت الحرب. وده مش صحيح. ده مش صحيح خالص. بالظبط. الغريب بس في الاول ان انا دايما بيتقال لي بسمع كمان ان النادي المصري، يعني المصري لما حصلت الازمه الشهيره طلع رئيس النادي المصري كامل ابو علي وقتها قال ان النادي المصري هيدي اي لعيبه لنادي الزمالك رد جميل على التهجير. هو النادي المصري اصلا كان بيلعب في وقت التهجير؟ يعني هو ده السؤال. طب الاسماعيلي معروف كان بيشارك في بطوله افريقيا وكان جاء مصر وجاء القاهره وقعد شويه في الزمالك وقعد شويه في الجزيره والقصص دي، فممكن تقول حكايه عن الموضوع. لكن هو النادي المصري اصلا كانش كان في حكايه عن الموضوع خالص. تمام. طب نيجي نجرب احنا بقى، نجرب احنا لو تناولنا القضيه بشكل مختلف نقدر نعمل ايه؟ تعال تعال بينا احكي لك. لو برجاوي ان شاء الله جاهز. برجاوي جاهز على طول. جاهز. عايزين نسمع حوار خاص جدا لكابتن مصعد نور الله يرحمه، طبعا احد اساطير النادي المصري. وللاسف الحوارات دي تلاقيها مش متشافه، يعني تدخل على اليوتيوب تلاقي 257 مشاهده او حاجه زي كده. ولكن هي بتنقل واقع ان مصعد نور كان المفروض رايح نادي الاسماعيلي في فتره كابتن مصعد نور. كابتن مصعد نور طبعا. كل الاحترام والتقدير. ان هو رايح النادي الاسماعيلي وهو كان عايز يروح نادي الاسماعيلي، ولكن النادي الاسماعيلي كان مسافر بره فراح لنادي الزمالك. وتم تجربته في مباراه. انا حذفت اسم ال يلا نعرض الفيديو. يلا نعرض الفيديو ونتكلم عليه. تعالوا. فدي كانت اول تجربه وكان كل نادي الزمالك جايين يتفرجوا على اللعيب الناشئ اللي جابوه اللي هو مصعد نور، حسن حلمي والدالي وبسطام واللجنه ولجنه الكوره. واثناء يعني اول تقسيمه يا كابتن مع نادي الزمالك مان تو مان مع على طول بيتكلم هو كابتن الفرقه وكان قصيراني كده واحنا صغيرين كمان. وانت يالا وانت مش عارف ايه وبتاع. انا في نفسي كده اقول ايه الواد ده؟ عمال يشخط في ده ويعمل في ده، هو كان ايه؟ قليل. فالمهم انا بلعب عليه وجيت في كوره هوايتي ان انا ايه؟ اعدي من الباك فلازم ارقص واظهر حته الفنيات بتاعتنا. فرقصت ورحت راح الافف وراح ايه ضاربني بالشلوت كتت فاول ضرب الشلوت في رجلي. فكابتن لعب على الكوره راح ماشي يالا. انا ابص فين؟ ابص على اشرف وعلى الدكه اللي قاعد فيها ايه حد يتدخل. انا يعني بطبيعتي هادي وفي نفس الوقت انا ضيف وبتضرب والناس قاعده محدش انا مش عايز اعمل معاه مشكله. فبص عليهم تلاقيهم بيضحكوا. فتقابلنا اشرف وشيرين قاعدين وعارفيني. فتقابلنهم بيقولوا لهم مش هيسيبه حاسين بالله يا مسعد. يعني هو هادي بس مره اتنين هيرقد له هيضربه واحده. فجيت في كره تانيه نزلت كره تانيه برضه بعدي طمعته هو في ظهري الكره جايه لي من الباك على فطمعت ان هو يطلع وانا وقفت. فجاء هو بيطلع رحت انا واخد خطوه
ورحت عاملها بالايه الصبع الصغير من جنبه ولفت انا ايه عكسي، فهو استشعر هو في نص الطريق فراح لافف ساب بقى ايه الكوره لان عارف انها هتروح، وراح لافف وراح ضربني بايه بكوعه في رقبتي، وقعت في الارض، كان سممني يعني جنبي، فوقعت في الارض وبتاع، جم قعدوا يعالجوني وبتاع، وقمت فرحت له كده وقلت له بص العب على الكوره لاحسن هاذيك، قال لي روح الاجئ، انت هتتكلم الاجئ، قال لي روح الاجئ، انت هتتكلم. انا فوجئت بالنهايه بصراحه، انا مش ايه لو احنا انا فوجئت بالنهايه. لا مرحبا كابتن مسعد نور، كان انا لذلك ما رضيتش اجيب اسم الكابتن، لكن واضح شوف بيقول لك ايه كل رموز الزمالك قاعدين بره والموضوع موجود. لا ده انا عايز اقول لك لو احنا اعلام، انا ده اللي في فيديو جاي هيوضح الحقيقه. فجاء كابتن عمل الكلمه دي، لو احنا سلطنا الضوء على الكلمه دي احنا ممكن نعمل ازمه، لكن عشان احنا اعلام مختلف وده تصرف فردي هنجيب، هات لي الفيديو اللي هو مسعد نور الجزء الثالث. انا ما رضيتش اعلق على لا على لا مش عايزين نعلق، هات بقى مسعد نور الجزء الثالث عشان نوضح ان احنا بنطرح ايه. يلا 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 عادل الثالث ده الثاني تاني في التدريب، ففوجئت ان هو تطاول عليا، فرديت قلت له عموما انا هلعب معاك جامد خلاص خد بالك، وفعلا نزلت خدت استلمت كرة من الباك ورحت عليه، هو كان واقف في نص الملعب ما جاش معايا، فانا قبل ما اوصل عنده بتاع مترين ثلاثة كده رحت عامل عدت نطق الكرة كأن ايه كأن في تمرين مهارات، فهو واقف يبص هيعمل ايه، ففضل متربص، فانا قربت كمان متر بقيت قريب منه، فرحت منطقها على رجل واحده اللي هي رجل الشمال، وهو واقف بيفتكر ان انا ايه هروح كده العبها من فوقه، ورحت مصوب تصويبه بعزم ما فيا برجل الشمال في بطنه، لقيته راح عامل ايه زام وراح نايم على الارض. طبعا الدكه كانت متوقعه كلام لقيت الدكه دي قايمه بتجري وكلهم جايين على انه اتصاب، انا شفت الموقف ده وانا مرتين اقع ومحدش ايه يسال ربك والحق، رحت قلع الفانيلا هنا اللي لابسها قلت لهم في ايه، هو انا يهودي هنا عندكم ولا ايه؟ الراجل ده ضربني مره وضربني مره الثانيه، بقول له عيب بيشتم، يقول لي يلا يا لاجئ الا ما حد فيكم قال له عيب، انا عموما انا مش جاش. الله يرحمك يا كابتن مسعد، انت جبت الفيديوهات دي من فين؟ ربك كريم. ربك كريم والله فعلا انت يعني والله يا ربك كريم، انا بقع في شويه فيديوهات بالصدفه والله يعني انا عايز اقول لك كان في ضربه جزاء حصلت قبل كده لكابتن حسن شحاته، ضربه جزاء واضحه وصريحه جوه ال 18 ملهاش رد، ناس تبعت لي رد على دي اقول لهم يا جماعه ضربه جزاء لكابتن حسن شحاته وكابتن خالد غندور عرضها ومش عارف ايه. تاني يوم بلعب في الفيديوهات وصلت للماتش لقيت في ضربتين جزاء للنادي الاهلي منهم واحده زي بتاعت حسن شحاته بالظبط، لكن احنا هنا بس عايزين نوضح نقطه دي مهمه جدا. قبل ما توضح كابتن مسعد نور مش شخصيات الله يرحمه احسن ايه، مش شخصيات طيبه جدا والهاديه جدا أكيد. واللي مش اي حاجه تنرفزه خلي بالك اكيد، يعني انا عارف ابنه كمان وهو كمان كان شخصيه محبوبه. لا أنا بس انا عايز اقول هنا بقى هنا الفرق بقى في تناول الاعلام في قناه النادي الاهلي، انا ممكن اقف عند هنا والفاظ كتير اتقالت شكلنا وسخن الامر، ولكن احنا هنكمل الحقيقه لنهايتها لان بالفعل ده كان تصرف فردي، ونشوف كابتن مسعد نور قال ايه في الجزء الثالث، مين اللي قام عليه ومين اللي اتعامل يلا معه. برجاوي وقلعت الفنان راح معبط فيا رأفت عطية الله يرحمه، بعد يبص فيا قال لي يا بلطي ازعلش راح مصالحني قايم فاروق خلاه باسني وراح مقلعني الفانيلا ورحت لعب معاه لعب مع الفريق الاساسي معاه. اعتقد المعنى اختلف. لو احنا سيبنا المعنى لغايه الجزء الثاني ان لعيب بيشتم لعيب وبيقول له لفظ مش كويس ولما بيتضرب ما حدش بيجي له، واول لما هو انضرب اللعيب ده كل الدكه قامت، كل ده
كان ممكن يبقى شكل تاني خالص لو ما كناش جبنا الصوره دي، ان الكابتن رأفت عطية نجم نادي الزمالك راح ولعبه في الفريق الاساسي، وحكى بعد كده كابتن حلمي زموره اداله راتب بشكل كويس وقعده في مكان كويس وتعامل معاه بشكل كويس. ده فكره الاعلام الصادق، الاعلام الهادف، الاعلام اللي مش هدفه اشعال فتن. مش موضوعنا والله، ما موضوعنا خالص. ولا ده يعنينا، بالعكس خالص. احنا لو لقينا في مشكله بين اي نادي واي نادي هنسعى لاخماد نار الثوره دي، لان في النهايه دي كوره ودي رياضه. فتخيل لو انا كنت جبت الجزئين دول بس وبدانا نعمل عليهم شغل بقى، شوفوا بيتعمل ايه وتعمل ايه وتعمل ايه. لا قصه مش كده. ارجوكم يا جماعه اللي بيتناول قضيه فيها شباب وفيها تعصب وفيها انفعالات شباب، راعوا ربنا. التصرف اللي حصل تصرف فردي، واللاعب اللي عمل كده بقى حبيب جدا لكابتن مسعد نور الله يرحمه، والامور بقت كويسه جدا. ومش كل تصرف فردي نقوم على طول نسكته في ازمه ونحاول نشعل الفتن بالنادي. ونادي نادي المصري البورسعيدي مالوش اي مشكله مع النادي الاهلي في فتره التهجير خالص، اي مشكله. ولذلك انا مش هجيب فيديوهات كامل ابو علي رئيس النادي المصري مع كل الاحترام والتقدير وهو بيقول ان احنا ما فيش النادي الاهلي ما فيش بينا مشكله. وعايز اقول كمان ان في فيديو الكابتن سانجا اللي هو كان بيعمل ثنائي مع كابتن مسعد نور بيوضح لما كان لعيبه المصري في الفتره دي في ازمه كان مين اللي بيقف جنبهم. يا ريت يا برجاوي تجيب لنا فيديو كابتن سانجا عشان نوضح ان الامور كانت ماشيه ازاي. يلا بينا. كل الجيل بتاع الثواني صعب جدا انه يتكرر. ايه المواقف يا كابتن سانجا اللي يعني عشتها مع كابتن مسعد نور سواء صعبه او جميله؟ عشتها في المر والحلو مع مسعد نور. انت بالمر؟ في الوحش والحلو. مسعد نور اخ ولغايه الوقت اخ، لن يعوض مسعد نور ولا الجيل اللي لعب معانا في السبعينات، لا سمير الغزناوي ولا حامد الزهر ولا عبود الخضري ولا التفاني ولا السيد عبد الله ولا عبد الصالح رحمه الله، ولا الجيل ده يتكرر. الجيل ده يتعمل له تماثيل بورسعيد، لان الجيل ده شال النادي في الهجره وعانى كتير جدا، وكنا بنشحت جزم من الكابتن صالح لما جينا نلعب النادي الاهلي مره من المره. انا سايب لك كل حاجه. كابتن صالح سليم والله العظيم والله العظيم لا هدف تقليل من كابتن سانجا ولا الكابتن مسعد نور ولا هدف من تقليل من اي رمز ظهر في الفيديو ده، ولكن فكره الظلم الواقع وترديد اكاذيب بيجعلنا اننا نقول يا جماعه ستوب، الوضع ما كانش كده، الامر ما كانش كده. كابتن صالح سليم الله يرحمه واحد اهم رموز النادي الاهلي في تاريخه كان بيتعامل مع نجوم النادي المصري كانهم اخوانه. الموضوع ما فيهوش لا تعصب ولا رفض، لان النادي المصري اصلا ما كانش له بطولات يشارك فيها في مصر ولا الكلام ده تم خالص. لكن انا اتفهم جدا مدى مش عايز اقول عداء، هقول العصبيه من جماهير النادي المصري ضد النادي الاهلي. انا اسف ان انا بتكلم في نقط حساسه كتير في الحلقه دي، ولكن انا عايزين نوضح بس الامور، لان المفاهيم الخطا بتولد التعصب والجهل هو اللي بيوصلنا للمراحل دي. اللي حصل ان كل ما انت لما تقابلني كمنافس وكل مره تكسبني انا احبك، انا مش احبك. فاللي حصل ان النادي المصري كان متاح لي وصل لنهائي كاس مصر 10 مرات منهم 7 مرات قدام النادي الاهلي، خسر السبع مرات. انا متقبل غضب جماهير النادي المصري من النادي الاهلي لان حرمهم من امكانيه الحصول على 7 بطولات. الكلام اللي حضرتك بتتكلم فيه يا احمد والفيديوهات وكابتن مسعد نور وكابتن سانجا بتبين لك قد ايه زي ما انت بتقول ان النادي الاهلي عمره ما كان او بالصوره اللي الناس بتتكلم عليه. ولا عشان كده انا كنت عايز اقول الكلام ده، بس قلت يعني ملوش مناسبه، بس المناسبه جت غصب عني. انا عايز اعرف النادي الاهلي لما بيكون في مؤتمرات للتعصب او حد عايز يعمل حاجه للتعصب او ضد التعصب، النادي الاهلي بيكون طرف فيها ليه؟ النادي الاهلي ممكن يروح يتكلم عن ازاي تبقى انت شخصيه، ازاي انت تبقى انت كيان، ازاي يبقى انت نادي، ازاي يبقى انت مؤدب ومهذب وليك شكل وتحترم جمهورك. لكن انا اتكلم على التعصب، لا. في نقطه كمان مهمه جدا، النادي الاهلي نادي بيتبع لوائح وقوانين، بيحكمه لوائح وقوانين. بيظن البعض ان النادي الاهلي لما بينتصر في قضيه فهو بينتصر بشعبيه او بينتصر بقوه خلص. بينتصر بقوه اللوائح والقوانين وقوه بالزبط. موقفه تبع للوائح والقوانين بالزبط. اي ازمه هتلاقي النادي الاهلي فيها موقفه واحد، لان الموقف الواحد بيدل على ان انت اللي على الحق، انت اللي ثابت على الحق بالزبط. طيب هل انت لما بتيجي تحل وتعمل نبذ تعصب اتبعت اللوائح والقوانين؟ يعني انا ينفع اقعد اخطا فيك طول الوقت وفي الاخر ادعوك لمؤتمر نبذ تعصب اجي؟ اعتقد لا مجلس اداره الاهلي هيقبل على نفسه ده ولا جماهير النادي الاهلي تقبل ده. انا اعتقد انا بقول وجهه نظري الشخصيه، ولكن في النهايه في لوائح وقوانين بتحكم العلاقه،
وجهه نظر الشخصيه، لما يجي حد يعمل مؤتمر لنبز التعصب لازم يكون اقوى من الاطراف المدعوه. نتكلم في العموم، في العموم نتكلم في العموم بشكل، ما نتكلمش على على شكل معين. خلينا نرجع، وانا ليه النادي الاهلي يدخل طرف بالظبط؟ خلينا نرجع، ما ادخلش طرف انا كنادي اهلي في حاجه فيها تعصب. انا ادخل ان انا جاي بنادي اهلي ان انا بتكلم في اي حاجه ماشي، لكن انا ادخل طرف ليه؟ لا لا احنا مش طرف الحمد لله خالص. ونرجع للاسماعيلي لان ده مهم جدا، لان علاقه بين الاهلي والاسماعيلي علاقه على فكره راسخه جدا. جماهير الاسماعيلي كانت بتستقبل جماهير النادي الاهلي في وقت من الاوقات استقبال اسطوري، وفي فيديوهات واصله لكده، ونفس الامر كان بيحصل مع جماهير النادي الاهلي في مصر، وجماهير مصر كلها دعمت الاسماعيلي تماما في موقعته امام الانجلبير. بالعكس ده كمان النادي الاهلي اعار كابتن هاني مصطفى وهو افضل ظهير في افريقيا في الوقت ده لنادي الاسماعيلي عشان يشارك معاه في البطوله مجانا في البطولات الافريقيه. جميل قوي. لكن دايما بتردد فكره ان النادي الاهلي رفض استقبال نادي الاسماعيلي. القصه يعني يمكن معانا حوار للكابتن علي ابو جريشه فاكهه الكره المصريه، اللعيب اللي لعب مع النادي الاهلي في مباراه سانتوس امام رفاق بليه، قال ان رفض الاهلي استضافه الاسماعيلي اكذوبه اكذوبه. في الكلام اللي هو بيقول ايه، البعض لا يحلو له سوى الهوى. ده اللي احنا بنتكلم فيه، البعض لا يحلو له سوى الهوى ويتناسى الحقائق، ومنها ان صالح سليم لعب ضمن صفوف الاسماعيلي وكان كابتن الفريق. يعني ده قدام حضراتكم. ايوه ده الخبر، فاكهه الكره المصريه كابتن علي ابو جريشه. وكان كابتن الفريق في مباراه وديه استضافها النادي الاهلي عام 1968 لدعم النادي ومساعدته. النادي الاهلي في 68 عمل مباراه وديه، كان كابتن صالح سليم كابتن في المباراه دي، وكان دخلها لصالح النادي الاسماعيلي. جميل. النادي الاهلي سنه 86 طبعا في واقعة شهيرة ربنا يرحمه رب نجم الكرة المصرية وقتها كان كابتن محمد حازم، حاجة أسطورية طبعا، ومعاه علي أغا حارس وحادثة كمان كانوا ثلاثة. فتوفى الله على طول في الحال الكابتن محمد حازم. بالظبط هي دي اللي حصل، إن النادي الأهلي بعد وفاة الكابتن علي أغا حارس المرمى عرض النادي الأهلي من خلال الأسطورة كابتن طه إسماعيل اللي أنا بحبه شخصيا وبوجه له تحياتي من هنا، عرض لانه كان وقتها مدير الكره، عرض على النادي الاسماعيلي يتلعب مباراه يخصص دخلها لعلي اغا او لاسره علي اغا، زي ما حصل بالظبط في مباراه الاهلي والاسماعيلي اللي تخصص دخلها لاسره كابتن محمد حازم الله يرحمهم جميعا. يعني دي العلاقه اللي بتحصل بين النادي الاهلي والنادي الاسماعيلي. عندنا الاهم كمان، ايوه بالظبط كده، علي اغا حارس الاسماعيلي ربنا يرحمه يا رب. عندنا الاهم كمان، ان زي ما كابتن علي ابو جريشه قال ان هي اكذوبه، عندنا تصريح لكابتن سيد عبد الرازق ان فكره ان النادي الاهلي ما رفضش ان هو ابدا يستقبل النادي الاسماعيلي. ما اعرفش الفيديو جاهز، لو جاهز جاهز. يلا جاهز على طول. لا اوعى تتكلم على لازم نعشيه النهارده. طبعا طبعا. مين سبب المقوله التاريخيه بان الزمالك ابن عمنا علشان لا الزمالك الاهلي استضافنا؟ يعني انت عارف الزمالك استضافنا، هم بيقولوا بس ابن عمنا انه الزمالك ما خدش مننا لعيبه، انما النادي الاهلي خد لعيبه. الاهلي خد لعيبه كانت بدايتها لعيب واحد. بص هاني الناس لازم تعرف التاريخ، ما خد واحد بس لعيب فيس تو فيس كده. كابتن رضا؟ لا خد رضا رجع خلاص. رضا لا يعني ما كان وقتها في مشكله كبيره، انا عايز تفكر الناس بقى تسال عليها. سليم لا رضا زعل من النادي وجا هنا وجمع نادي الاهلي ومجمع. زعل من النادي ليه؟ يعني ما اعرفش كان في مشكله. يعني فكرني بيها. انا مش اقسم بالله لو فاكر اقول لك. جت كان مشكله، كان زعلان من النادي يعني. كان تقريبا عاوز يبقى ظابط والنادي ما ساعدوش، يعني انا مش فاهم بالظبط عشان يعني يبقى كلامي دغري وصادق. فالمهم جاء مضى في نادي الاهلي رجعه كاب صالح، جاء رجعوه. ده رجعوه لما الجمهور زعل. لا الجمهور زعل طبعا. هو ما انا عاوز يعني لازم الناس تعرف انه لعيب واحد في نادي الاسماعيلي اللي نادي الاسماعيلي اشتراه، نادي الاهلي اشتراه من الاسماعيلي. اللي هو مين؟ اللي هو شيف عبد الفضيل. وبستة مليون، يعني مبلغ ما فيش باك بتدفع. غير كده كانت الطرق زي اللي بينتقل اللي هو في محلل الأهلي. محلل انا كاسماعيلي ما استغناش عن لعيبتي، يعني انا ما اجيبش الغلط على الناس وبعدين وانا السبب فيه، يعني انا عندي لعيبتي اسيبها ليه؟ اللي مش عاوز يلعب ليها مع السلامه بدون ما يمحق. هو كابتن سيد عبد الرازق قال ان النادي الاهلي ما رفضش، لكن برضو الفكره اللي هو دور على مبرر لفكره التعصب ان النادي الاهلي بياخد اللعيبه عن طريق محلل. وانا هنا بلوم على كابتن سيد حبيبي طبعا، راجل اسماعيلاوي جميل. هل بركات اللي خرج سنتين الدوري السعودي والدوري القطري ينفع يقول عليه محلل خالص؟ هل كابتن اسلام الشاطر اللي انتقل لنادي داخل مصر ثم نادي خارج مصر ثم رجع على النادي الاهلي ينفع نقول عليه محلل؟
موضوع صعب جدا يعني. فكره ان انا اصدر للناس فكره ان ده محلل ده موضوع اعتقد عفى للزمن. وبعدين عارف يا احمد كمان بس هكمل نقطه بس لانه قال ان في لعيبه بس شريف عبد الله الاثنين المباشر. لا احنا عندنا عبد الله السعيد وعندنا محمد عبد الله وعندنا خالد بيبو. ده انا عايز اقول لك حاجه كمان، النادي الاهلي لغايه سنه 2000 لعيب واحد اللي استعان بيه من الاسماعيلي اسمه عادل ابو جريشه في جيل هدوكوت العظيم، لعب 3 مباريات ورجع تاني على النادي الاسماعيلي لغايه سنه 2000 اللي النادي الاهلي محقق تقريبا 99 بطوله لغايه سنه 2000 بالنسبه لناس بتقول بطولات الاهلي بلعيب الاسماعيلي. لغايه سنه 2000 ما جبتش لاعب من الاسماعيلي، ولما حصل ازمه رضا وحصل ازمه حمزه الجمل وحصل ازمه العميد احمد حسن كابتن صالح سليم قال لك مش هنعمل ازمه مع النادي الاسماعيلي علشان لاعب. ده مش كده وبس، ده في حصلت ازمه شهيره جدا موسم 96 97 على ما اتذكر، نهائي كاس مصر. النادي الاهلي هيلعب في استاد القاهره والمباراه المفروض تتلعب بالليل والنادي الاهلي بيلعب بالليل. النادي الاسماعيلي كان طالب المباراه تلعب بالنهار، فكابتن رئيس نادي الاسماعيلي وقتها اعتقد كابتن عثمان احمد عثمان كلم المهندس عثمان احمد عثمان كلم كابتن صالح سليم قال له جماهير النادي الاسماعيلي، قال له من حق جماهير النادي الاسماعيلي تيجي تفرح وتشجع فريقها وتقدر ترجع كمان ومش وقت متاخر، واتلعبت المباراه بالعصر العصر بعد ما كابتن صالح سليم طبعا رجع للجهاز الفني. وكان وقتها النادي الاهلي متعود ان هو يلعب بالليل. يعني انا عملت حاجه ممكن تضر مصلحه فريق وده حصل بالفعل من اجل جماهير النادي الاسماعيلي ومن اجل النادي الاسماعيلي ومن اجل الروح الرياضيه. هو ده كيان النادي الاهلي وهو ده الرموز اللي كانت بتقود النادي الاهلي وعلى راسهم كابتن صالح سليم. لذلك ما كانش مستبعد ابدا يطلع رئيس النادي الاسماعيلي يقول انا بهدل البطوله دي كابتن صالح سليم. دي حقائق لازم نوضحها للناس. انا بس هتكلم في نقطه بقى لان انا معايا خبر من الاهرام عشان ننهي موضوع ان الاهلي رفض ده. قولي حصل ان اللي حصل بالظبط ان النادي الاسماعيلي عايز يعسكر في القاهره وعايز نادي يلعب عليه ويكون في تحته غرف او اقامه يعني. تمام. وكان كابتن محمد حسن حلمي الله يرحمه عليه رحمه الله كان سكرتير اتحاد الكره فقال الاسماعيلي يجي يلعب في الزمالك. راح الاسماعيلي يلعب في الزمالك، حصل في مباراه وديه كابتن الاسماعيلي خد طه بصري لعيب معار خده النادي الله يرحمه الله يرحمهم خده في مباراه وقال ان المفروض نادي الزمالك قال ما تلعبش طه بصري ومع انها مباراه وديه تمام بتاريخ هي 7/8/1970 تمام. نادي الاسماعيلي التزم ما لعبش كابتن طه بصري لكن كان في شحن جماهيري كتير. المباراه انتهت بالتعادل وكان في مشكله بين كابتن احمد رفعت وحكم مباراه. فالمهم حصل بالبلدي كده اسلوب مش كويس من جماهير نادي الزمالك تجاه نادي الاسماعيلي تمام. فايه اللي حصل بعد المباراه حتى هنا ايوه لا تعادل للزمالك والاسماعيلي 1-1 بعد مباراه مؤسفه من كل النواحي. روح شريره تسيطر على المباراه وتفسدها. الروح الشريره كانت من زمان كده ماشي. ما احنا بس عايزين نوضح في 11/8/1970 خبر تهجير الاسماعيلي. هنا بقى التهجير اللي تم. تهجير الاسماعيلي الى خيمه مركز الجزيره. الاسماعيلي والترسانه يلعبان في ملعب الاهلي. بدا من هنا النادي الاسماعيلي يلعب مبارياته في الدوري في ملعب النادي الاهلي. تمام. اظن اعتقد ده شاهد على العصر التاريخ عشان اي حد حابب يشكك عادي عنده الاهرام ويطلع لمدام ميرفت الدور الثاني يقول لها انا عايز صفحه الاهرام 11/8/1970 البيان على من ادعى. الاهلي والاسماعيلي والترسانه مباراه الاسماعيلي بتتلعب في ملعب النادي الاهلي. اعتقد عيب بعد كده اي كلام يتقال يبوظ العلاقه بين النادي الاهلي والاسماعيلي. انا اتقبل زي ما تقبلت مع جماهير النادي المصري اتقبل مع جماهير النادي الاسماعيلي. لان عايز اقول لك حاجه، النادي الاسماعيلي كل ما بياخد بطوله بياخدها من خلال مين؟ النادي الاهلي. كل ما بيخسر بطوله بيخسرها من خلال مين؟ النادي الاهلي. قدر النادي الاسماعيلي 66 67 كان المنافس النادي الاهلي. 91 مباراة فاصلة في المحلة النادي الأهلي. خسر 94 النادي الأهلي. 2009 النادي الأهلي. 2002 النادي الأهلي. مشكلة كبيرة جدا. تعقيب بس على حتة كابتن سيد عبد الرازق بدمه الخفيف طلع قبل كده قال هو الأهلي وحش السنة دي ليه؟ عشان الإسماعيلي وحش. الحقيقة إن كل سنة كان الإسماعيلي بياخد فيها الدوري كان نادي الزمالك بيبقى سنتين بعدها كويس. 91 الزمالك 92 و93 بطل الدوري. 2002 الزمالك 2003 و2004 بطل الدوري. أنا مش علق. مش من مصلحتنا ان الاسماعيلي ياخد الدوري. انا مش علق بس في تعليق واحد بس كنت حابب اتكلمه برضو مع جماهير النادي الاسماعيلي علشان موضوع المحلل وموضوع الغلط اللي في موضوع ان الاهلي بياخد لعيبه نادي الاسماعيلي. اللعيبه بتخرج يا احمد من النادي الاسماعيلي رسمي ولا ما بتخرجش رسمي؟ بتخرج رسمي. والنادي الاهلي بيشتريها رسمي ولا بيشتريها رسمي؟ بيشتريها رسمي. فانا كمجلس اداره انا اللي بتحكم في كل حاجه. انا لما اقول لاحمد اسامه اخرج مع السلامه لو المبلغ مناسب ليا، لو اوديك مثلا نادي عربي انا عايز اقول لك مشكله او ايا كان والاهلي يشتريه بقى دي مش مشكلتي انا كاهلي. بس ده اللي انا عايز اتكلم فيه تحديدا. في نقطه كمان تانية. هو انا طالما قررت ابيع اللاعب
هتفرق ايه بعته بقى لاي نادي ولا بعته للنادي الاهلي؟ ده اللي قاله على فكره كابتن محمد صبحي، عشان انا حاسس ان الوقت قرب، فمش عايز استعرض كابتن فيديو كابتن محمد صبحي، لان كابتن محمد لا ما احنا بنتكلم بالمنطق. قال كده، قال يا جماعه في مشكله انتوا بتضحكوا على جماهيركم. لا خلينا عشان احنا عايزين في كلام تاني، يعني عايزين نتكلم في ندخل بقى في بس لا ناكد على النقطه دي، ناكد على النقطه دي، ان اللعيب بيخرج شرعيا من النادي بتاعه، النادي بتاعه كمجلس اداره هو اللي بيوافق ان اللعيب يخرج او ما يخرجش. انا بيجي لي مثلا عرض من السد مثلا اي نادي من اي نادي لاحمد اسام، انا رئيس مجلس اداره او واحد مسؤول بقول يخرج او ما يخرجش. بالزبط. خرج خلاص، الراجل خرج بفلوس بعته، انا كنادي اهلي بروح اشتريه، طب انا ايه مشكلتي كنادي اهلي؟ اقول لك حاجه، النادي الاهلي اللي انا اسف كده بيدفع احيانا ثمن فشل مجلس ادارات بعض الانديه. انا مش يعني يا جماعه الحاله بيتم غير كده، النادي الاهلي هو المسؤوليه للاسف. يعني حاله غير كده خالص، وزي ما احمد بيقول وزي ما الفيديوهات بيقول وزي ما التاريخ بيقول وزي ما كل حاجه مؤرخه بتقول ان النادي الاهلي عمره ما افتعل مشكله، عمره ما دعا لتعصب، بالعكس كان هو السباق في كل حاجه، وكمان النجوم الانديه الاخرى بتقول نفس الكلام. اخر مره فاضل لنا 7 دقايق عشان محمد صلاح. بنتمنى التوفيق لمحمد صلاح. على فكره انا قبل محمد صلاح انا كل ما كان يتعرض لي اتعرض ل 14 حلقه في برنامج مالي الكتابه، اللي بقف تقديرا واحتراما للبشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي انه ساهموا في اسم احمد اسامه. بشكركم جدا بالفعل استاذ ابراهيم المنيسي والمهندس عادل القيعي، عرضوا لي 14 حلقه تقريبا 7 كانوا مع ماتش محمد صلاح، كنت انا بقص اشوف محمد صلاح واشوفها في القعد. فكل الشكر والتقدير للبشمهندس عادل القيعي والاستاذ ابراهيم المنيسي. بشمهندس عادل القيعي مثل اعلى بصراحه ليك. اكيد اكيد اكيد. انا بحب يتقال لي يا قيعي صغير. ما تزعلش يا محمد. محمد هيزعل منك كده. عايز اتكلم في ايه بسرعه؟ عايز اتكلم في نقطه. بص، هو النادي الاهلي جماهير الاهلي مش بتعيرها اهتمام، ولكن احنا برضو بنرصد التاريخ. فكره تمام. النادي الملكي في مصر. النادي الملكي في مصر ما تسيب يعني نسيب حاجه، والله عايز اسيب بس مش عارف ضميري بيعنب. فكره النادي الملكي في مصر النادي الملكي في مصر قولا واحدا النادي الاهلي، بالدليل برضو عندنا صوره خطاب. معلش يا برجاوي ورد صوره الخطاب. عندنا صوره خطاب كبير الامناء سعيد ذو الفقار باشا الى جعفر ولي باشا رئيس النادي الاهلي وموافقه الملك على وضع النادي تحت رعايته الملكيه. الخطاب ده بتاريخ 8 يناير 1929. خطاب مبعوث حضره صاحب المعالي جعفر ولي باشا. حضره براحتك. انا رئيس النادي الاهلي للرياضه البدنيه بالجزيره. بالمناسبه بس النادي الاهلي كان اسمه نادي الاهلي للالعاب الرياضيه، وتم تعديل الاسم للرياضه البدنيه عشان يكون اشمل. الخطاب قدام حضراتكم. تسلم يا برجاوي. اقتضت إرادة حضرة صاحب الجلالة مولانا الملك أن يشمل ناديكم بالرعاية السامية، وإني أتشرف بإبلاغ معاليكم هذا النطق الكريم راجيا التفضل بقبول وافر الاحترام 8 يناير 1929. كام؟ 29. 8 يناير في أول السنة بتاع 29. مين النادي اللي بعد النادي الأهلي اللي نال الرعاية الملكية؟ يا اخي والله ما تهزرش. توقع. طيب لا مش هتوقع. ايه؟ نادي الاتحاد السكندري. نادي الاتحاد السكندري، وكان دايما في قبل اي بطوله النادي الاهلي ونادي الاتحاد السكندري بيلعبوا مباراه تحت رعايه تحت اشراف الملك بيحضرها تكريما، لان دولت اول اثنين انديه في مصر حصلوا على الرعايه السماء، ودي بتاريخ 10/10/1937. جلالة الملك يشرف نادي الاتحاد السكندري اليوم فقرة الرعاية الملكية السامية وحفلة اليوم من أعياد الناديين السنوية، لأنهما مشمولان بالرعاية الملكية السامية دون أندية كرة القدم الأخرى. يعني كلام واضح لغاية 37، الأهلي والاتحاد السكندري. وجي هنا طبعا أبو الإعلام المصري الرياضي بيتكلم في فكرة بيعرض التاريخين، فبيتكلم عن النادي الأهلي بيقول إيه؟ ولعل النادي الأهلي أول أندية القطر في الحصول على الرعاية الملكية السامية. ده خلاص اوكي، خلاص في بيان. لكن الاهم بقى، ثم لعله اول نادي حافظ على الطابع القومي في كلياته وجزئياته. الله. النادي الاهلي حافظ على الطابع القومي في كلياته وجزئياته. ده بتاريخ 10/10 برضه 1937. بعد كده طبعا بدا المباراه دي تتلعب. كله بالمسندات وهو كله شغالين معاك. الحمد لله. وبدات المباراه تلعب، وبدا يطلق على النادي الاهلي في الاخبار اي خبر بينزل عن النادي الاهلي النادي الاهلي الملكي. حتى في انتخابات حسنين باشا الله يرحمه اجتمع مجلس امس مجلس اداره النادي الاهلي الملكي للرعايه البدنيه. خلاص الامر بقى رسمي. فكره يعني بيطلق عليه النادي الملكي. لكن طب ايه حكايه بقى
نادي الملوك في مصر، النادي الملكي في مصر، حصل عليها سنة 1941، وأنا هنا بتكلم بس من أجل إسقاط المغالطة التاريخية اللي بتقول إن الملك فاروق حضر مباراة الأهلي والزمالك اللي انتهت 6-0 لصالح الزمالك، فأعجب بنادي الزمالك فقرر تسمية نادي الزمالك نادي الملك. كلام مش صحيح، لأن المباراة دي كانت 42-1-44، والنادي المختلط تم تسميته نادي فاروق بتاريخ 27/6/1941. اكيد هيعرضها طبعا تعبين احنا البرجاو معانا، عرضها لك اهو. لا وضح لي الجزئيه دي تاني يا احمد. تاني كل اللي كانت الاخبار اللي بتتقال حتى من النادي الملكي اللي هو الزمالك، الملك فاروق حضر مباراه من نقاط النقاط حتى صفر، فاطلع عليه النادي حتى نقاط كبار كانوا بيقولوا الواقعه دي. تمام. لكن انت دايما في ارشيف بترجع له، فلما بالزبط. ترجع تلاقي في 27/6/1941 اصلا قبل المباراه بتاعت 6-0 يتم خبر ان نادي فاروق الاول خطا النادي المختلط خطوته الرابعه، وبيتكلم عن انه اصبح نادي فاروق الاول. فبالتالي انا فكره اسقاط ان النادي الاهلي لما اتغلب 6-0 تم تسميه نادي الزمالك في الوقت ده بنادي فاروق مش صحيح. لا ده هو من 1941، وبالمناسبه في نفس اليوم وفي نفس الخبر نادي طنطا كان برضو نادي نقول لك بقى فؤاد الاول كمان. لا ده انت عندك طنطا وعندك في نادي في بورسعيد وعندك نادي في دمنهور وعندك نادي البلديه، كل دول اطلق عليهم انديه فاروق، بين فاروق وبين فؤاد. لكن النادي الوحيد اللي الملك ارسل اليه ان هو بيشمله بالرعايه الساميه هو النادي الاهلي. النادي الاهلي موضوع منتهي. يعني لو احنا عايزين نتكلم في تواريخ وحقائق، النادي الملكي في مصر هو النادي الاهلي، والجواب موجود، كله موجود، والارشيف موجود، ومدام ميرفت موجوده في الدور الثاني. وبعت لها التحيه، بتتعب معانا والله في البحث، والله بتتعب معانا. وبشكر الباشمهندس حسام شاكر والباشمهندس اسماعيل عمران بيتعبوا معايا في فكره الارشيف ده، بشكرهم جدا يعني. فده موجود. فلكن النادي الاهلي ليه بقى مش جماهير النادي الاهلي مش حابه الموضوع، مش فارق معاها الموضوع؟ لان انت يكفيك اسم النادي الاهلي بجد والله، مش هو الاسم لوحده ملكي. الاسم لوحده والله انت يكفيك اسم النادي الاهلي، يعيش من يعيش في دور الملك ويعيش من يعيش في دور الامير. فالنادي الاهلي في الاخر احنا بناخد البطولات على عرش الكره المصريه وعلى عرش الكره العربيه، ودايما يا رب النادي الاهلي على عرش الكره الافريقيه كمان. والله احمد مش عارف اقول لك ايه، انا قاعد مستمتع جدا بالحديث ومش عايز الوقت اصلا يخلص، بس للاسف الوقت خلص. لو تسمح لي بس اشكر بعض الناس، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. انا شكرت الباشمهندس علي القيعي، وشكرت الباشمهندس والاستاذ ابراهيم المنيسي، وحابب اشكر دكتور محمد العدل جدا. وللاسف انا ما جاتليش الفرصه ان انا اشكر الدكتور خالد توحيد تحت افه بنخاف منها، فكره التطبيل. لا مش تطبيل، لازم نعطي الناس حقها، ولازم الناس متواجده جنبنا نعطي حقها. الف رحمه ونور على الاستاذ خالد توحيد، وانا اسف، انا اسف ان انا خفت ان انا اكتب بوست في حقك وانت عايش، لا يقول عليا بطبل ليك وعايز ادخل القناه. انا اسف بجد. لا لا انت تنور الدنيا. بشكر دكتور محمد العدل، وان شاء الله القناه اي حد بيشجع النادي الاهلي وبيتابع شايف ان في تطور، وهو ان شاء الله القناه هتكبر على دي اكتر واكتر، وهترجع لمستواها لمركزها المعهود في الصداره ان شاء الله، زي ما النادي الاهلي دايما في الصداره. حابب اشكر الناس اللي وقفت معايا في بداياتي، من اول شخص اسمه ميدو المصري شاب جميل كده، واحمد كيشو صديقي، برغم ان انا بعمل نفس الفيديوهات اللي هو بيعملها، ولكن كيشو بنقاء القلب جميل. كان دايما جميل. بيساعد ان انا في الانتشار. واشكر ابراهيم حامد، ده ابو السوشيال ميديا الاهلاوي في مصر. جميل قوي، جميل قوي. انا ما اعرفوش بس انا حبيته من السوشيال ميديا. شخصيه في منتهى الجمال، محب جدا، بيساعد اي حد اهلاوي. بيدج الاهلي اليوم، كل الشكر والتقدير لابراهيم حامد. اهلي اليوم طبعا. والبيدج الاهلي اليوم اللي انا بعد احد ابناء البيدج ده. بجد والله؟ ده حقيقه. انا بدايه ظهوري كان من خلال بيدج الاهلي اليوم، ومن خلال ابراهيم حامد واحمد كيشو وميدو المصري، كل الشكر والتقدير ليهم. وانا بشكرك شكرا جزيلا. ما لسه اشكرك، انت استعجلت. بشكر. لا ما تشكرنيش، احنا مع بعض. اداء خلي بالك اللي انا بعمله اقل حاجه ممكن القناه تعملها معاكم، انا او غيري كان لازم يعمل كده حبيبي. دي حقيقه والله العظيم. انتوا تستاهلوا اكتر من كده، وواجهه مشرفه جدا، وبستغرب انتوا كنتوا فين اصلا. ان شاء الله اللي جاي يكون احسن بكتير ان شاء الله. وانا اللي بشكرك وبشكر كيشو وفارس. لا ما انا لا اسمح لي بقى، ده حتتي بقى. فارس وكيشو على فكره، فارس وكيشو مثلث رابع، انا وفارس وكيشو. ده لسه لسه يا جماعه، لسه يا جماعه ان شاء الله. وبشكر شريف جمعه، وبشكر الغمري، وبشكر عبد الرحمن محمد هيسموه زي ما بيقولوا، وبشكر الاسطوره شادي صبري التاريخ. يعني اي حاجه تلاقي عن شادي صبري من 20 سنه دور كده، لسه ما عرفتش شادي. جمال كلهم بشكرهم كلهم، وبشكر شادي نادر من اللي انا بحبهم جدا.
ان شاء الله عندنا شباب واعي جدا، والله عندنا شباب واعي جدا جدا على السوشيال ميديا، شباب كتير قوي. اكيد احنا مش هنسيبكم، اكيد مش هنسيبك ولا انا هسيبك، مش هنسيبك. مش عايزين ندخل في حته مجامله لحد، بس انا نفسي اتكلم عن الدكتور محمد عادل كتير، لكن انا مش هتكلم عليه. يعني حاجه جميله جدا ومشرفه جدا، ان شاء الله يكون حاجه اضافه كبيره جدا جدا لقناه الاهلي ان شاء الله. اشكرك شكرا جزيلا. اخر حاجه اقولها بقى، قولي. دي تحيه حب مني لبناتي حبيبه وعد اللي انا سايبهم عشان انزل اجازه، وهم قاعدين سهرانين ومستنيني. ربنا يخليهم، ربنا يبارك لك يا رب. حبيبه وعد، حبايب قلبي، ربنا يخليكم. اظن مستنيين طبعا. حبيبه دي اهلاويه متعصبه جدا. ربنا يخليهم، ربنا يخليهم. ونورتني بجد والله، استمتعت جدا جدا، واكيد كل المشاهدين استمتعوا، وان شاء الله تشوفوهم على طول ان شاء الله في قناه النادي الاهلي باذن الله، هتشوفوهم على طول. والمستعجل يشوفنا على قذائف اسامه على اليوتيوب. ما اكيد اكيد قذائف اسامه طبعا، اكيد اكيد. نورتني وشرفتني، ربنا يخليك كابتن. اكيد هيبقى فيه لقاءات كتيره جدا جدا ان شاء الله، وسبت وسبت. خلاص الكلام اللي قاله احمد، ان احنا كلنا في الاول وفي الاخر مفيش اي تعصب بيطلع من النادي الاهلي، مفيش اي بادره سوء بتطلع من النادي الاهلي، مفيش اي حاجه اساسا سلبيه بتطلع من النادي الاهلي، الحمد لله رب والشكر لله. النادي الاهلي دايما بيقف جنب كل الناس. ودايما باكد وبقول في الاول وفي الاخر كل الجماهير المصريه اخوات، احنا بنقعد ننكش بعض بس، لكن احنا كلنا في الاول وفي الاخر اخوات وحاجه واحده، وعمر ما في حد او اي جهه او اي مسؤول ايا كان هو مين هيفرق الجماهير المصريه عن بعض. ما تخلوش اي حد يداري فشله في ان هو يحاول يفرق بين الجماهير مهما كان. دايما بتشرفوني وبتنوروني، واستمتعت جدا جدا بالشخصيه الجميله. نقطه بس اخيره اسامه، معلش انا اسف قطعتك كتير. انا اكد لك ان احنا عندنا روح رياضيه كبيره جدا. انا دايما اصحاب الفضل عليا بشكرهم. انا بقدم شكر الكابتن خالد الغندور، لانه كان اول او صاحب اول ظهور اعلامي ليا في برنامج معاك. شفت بقى، شفت شكرا بقى كابتن خالد. شفت بقى اختلافنا في موضوع. شفت بقى والله انت جميل جدا، والله انت جميل. ربنا يخليك. هو خالد شخصيه جميله جدا جدا. اكيد هو مشكلته انه زملكاوي. مش مشكله. كان نفسي خليك تختم، بس للاسف في تقرير. يعني في تقرير هنشوفه من زياره نادي الاهلي لمستشفى وادي النيل مع مدير عام مستشفى وادي النيل. شرفتوني ونورتوني وتشرفت باحمد اسامه حبيبي. تصبحوا على الف خير. بيشرفنا النهارده النادي الاهلي يعني، وقوات قويه من النادي الاهلي يعني، فاحنا بنرحب بيهم. احنا الهدف ان احنا عندنا مركز اسمه مركز القلب الرياضي لمستشفى وادي النيل. الهدف من المركز ده انه يعمل سكريننج لقلب الرياضيين. الفكره دي فكره قديمه قوي يعني، الفكره هدفها ان احنا باذن الله تعالى، طبعا الاعمار بيد الله، بس اللي هو الرياضيين اللي بيجي لهم الموت المفاجئ في الملاعب. فالرياضيين اللي عندهم عيوب خلقيه في القلب، او عيوب في كهربيه القلب، او عيوب في عضله القلب، يمكن تشخيصهم من بدري، فده يمنع باذن الله تعالى ان حد يحصل له مشكله في الملاعب. كلنا عارفين النادي الاهلي قد ايه هو مؤسسه منظمه، الحاجه عندها كل حاجه لها حساب. فعشان كده النادي الاهلي موجود هنا، لانه عارف قيمه الطب القلب الرياضي، وانه الله يرحمه احد اقطاب النادي ده الكابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله عليه، كان مثل حي للموت المفاجئ في الملاعب. فاحنا القاعده عندنا او الفكره عندنا ان احنا لا يتعرض شاب طفل مصري للفاجعه دي هو واسرته. فاذا كان يمكن باذن الله تعالى ان احنا نمنع، مش يعني ان يتم تشخيص اي شاب يلعب في اي لعبه رياضيه قبل ما يخوض هذه التجربه ويتعرض هو واسرته لفاجعه الموت المفاجئ، فعشان كده احنا موجودين هنا النهارده.